على ام اف ام. تيست تيست مايكروفون اوف اون. كنسلموا على كاع المغاربه في كاع لي زون اللي كيسمعوا لينا في الراديو ديال الدار ديال الطوموبيل ديال التليفون. حلقه جديده في ستو. حلقه جديده مع ضيف جديد غادي نعيشوا معاه فيلينغ جديد. ضروري ما نسلم على الدراري اللي قدام. كيدير اخويا نبيل؟ خويا هشام كيدير؟ كيدير المعارف بخير كلشي مزيان. هلا الصيف اخويا. هلا الصيف كنعرفوا الصيف جابي كتحل ديك الصدفه الرابعه. كنعرفوا اخويا طريق النفاس انا كي الزغيبات كيبانوا صافي كنعرفوا راه صافي الزغيبات مربي باجيو فالديرام عندي كيدير المعارف؟ والله الا بخير وحق الله زاهيه الدنيا. جلجنا واحد الطروطوار كلشي غادي مزيان ولي بقى لينا الحمد لله. شوف انا صراحه كنعرفها ملي كتبدا تبريباري الصيف ولي فاكونس. حيت دابا انا وزكريا عندنا لي فواياج ولي فاكونس ديالنا بوحدنا. عندنا المغرب فين الهف حنايا ضرب سلطان سباتة. السلام اخويا زكريا. وعليكم السلام اخويا. ملي تفكرتيني رانا فرحان. كيدير مزيان؟ صافا الله يحفظك. كلشي مزيان. نسلموا على مريم حتى هي باش نرجعوا لهاد القضيه تاع لي فاكونس. كيدير اختي مريم؟ صافا الحمد لله. كنحيو طومي الجيري راه حيت كتحس قدور هو هذاك اللي كانت كتبعهم ديك المره اللي كانت كتبعهم. نرجعوا للعطال. قالت على الكلب الكري كيضربوا كيرجع ولد انت باقينا رجلين ضروري الحمد لله. زكريا العطل الصيفيه عندنا هنا في السلطان الوالديه سباته الوالديه سيد رحال الوالديه ان شاء الله نمشيو جديده في معاريف. معاريف فين كيبلان؟ على حسب الفيزا. على حسب الفيزا. ما كنعرفوش. كنت في سبعه الفيزات الا خرجوا لنا كاملين كنمشيو لهم كاملين. كيشدوا ديك الكره الارضيه اللي عندهم في البيرو فر هنا كيما تحط صبا نمشيو الماكينه ونونس كاينه في اليونان باقي عقل الكره اللي كاينه في البيرو. ما خرج بيسي ما خرج الطابلي. شنو درتو؟ انت مالك؟ لا احنا باقيين بحالك. شوف صابوا الكونيكسيون عاد صابوا عطفوا علينا عطفوا علينا خويا. اليوم الحلقه غنشدوا بها ستون مع واحد الضيف. مادام جبتوا لي فواياج جبتوا الطريق كتوصل لديك المدينه كتبان لك واحد البلاكه مكتوبه على تومبوكتو 52 يوم ماشي كيلومتر. هذه المدينه معروفه بالتمر معروفه بهذه الموسيقى. داك ينقز ما عندك مشاكل مع الناس ديال الصحراء؟ لا بالعكس صافي نكمل عيش. عرفتيها شويه هاد المدينه؟ لا نبيل انا عرفت عرفتيها عرفتها. قول لينا شرفنا. نقول انا اقول لينا مدينه. سامحت لك اقول الاجداد ديالك زمان. سامحتك سير قول. مدينه زاكورا. برافو نبيل برافو نبيل. دونك الضيف جاينا من هاد المدينه. في صغره كان كيدير الفخار. اييه انت في صغرك كنتي كدير بلاي ستيشن؟ شاخوي ديك الله طوطال عندنا بهاد الحلقه. السؤال ديالك هو كيفاش كدير صغرك؟ مزيان مزيان. بغينا نعرفوا واش عندنا نفس النقط المشتركه ولا لا. فهمتي سيد معقول واخا دا كوميدي ديال 2009 وهذا معقول. ودا بالمعقول. راه الضحك كيتخدم بالمعقول. واش حيت معقول سيد راه دكتوره في الانجليزيه. اول مره نقولوا من نيتنا. اول مره غادي نجربوا مريم. كنا كنقولوا على الكسالى ولينا كنقولوا على الناس اللي قاري راه مزيان. الحمد لله. اول مره نقولوا قاري على نيت دري قاري. انت الكويسي ما نبقاوش نقولوا قاري. الله يجزاكم بخير. وغادي نشوفوا لونجلي. ما تقولش غاش حصل ناري بيكينين غاش حصل بيكينين حاجه. انا حصلت راه بيكينين. المهم خليت نحط لي دارك القصه باش ما نعرفوهاش. صافي غا هي اللي كتحصل. ترى حصل شحال من مسؤول حيت هو ناطق ولكن غير رسمي. فهمتي؟ لاكارت اخويا بغينا لاكارت مني غادي الخارج. الضيف ديالنا السميه ديالو زوينه ولكن شوف دل داكشي ديال الرواب الاي كي اي بقى كيختصر اختصار حتى ولات التسميه كانت با الحسن باحسو بسو. صافي كتلو على شي واحد اخر. لا ما تعطلتو قلت واش ياك ماشي شي واحد اخر. ما داش طوفيل. لا ما داش بلا. مرحبا بقى نتفرج فيكم انا ماشي والله كلها خليتوني وبقيت في الحلقات عندنا في اليوتيوب كنحماضو من بعد. لا حاشا حسن حاجه. لا حاشا والله سيدي لا كاين امبيونس زوين. الله تبارك الله عليكم السي هشام. ما عندي ما نقول. نهار كبير هذا اخويا محمد. نبيل سي زكريا الاخت مريم. الله يشرف لي نكون معكم اليوم. حتى حنا شرف كبير. والله الا شرف. انت راه ولد الدار.
انا نعرفوا القصه تاع ولاد الدار وداك الشيء ان شاء الله شي بلان كيضحك هذاك ولاد الدار انا مالي اخويا موجد شي حاجه طيب وراه طيب دابا تمر بالسميده وشي حاجه وجايب والله الا دري واش شي تشالنج من الدار هو قالها انا مالي اخ واش قال لا حيتاش دابا الا وجدت شي حاجه ديال البلاد ولا انت حيتاش انت هو اقرب واحد انت انت اكبر علاش هو شهب وما انت لا ماشي شهب انت هو خارج لينا في السموريه لا لا شوف انت باين شحت الطريق عليهم من وجهك شوف ياك اخويا نبيل صالح هو هشام اديبايو الا جات شي حاجه راه من عندك وجهك ديال فاطر في اغرام ما كاينش اغرام انت شكون حاصل ليا ما تلفتيش كا وشاري خبزه ب 400 ريال بلاش كاينه ولا لا كاينه معقوله مادام جبدناها نبداو كاع حنا نبداو من هاد القضيه شفنا في الانترفيو ولكن ما لقيناش شي واحد اللي كيما نقولوا قنعنا بالحياه ديالك في زاكور بغينا ديك راه شي بغا يقول شي حاجه لا كنت كنشير لهم في ستوري باش نبان باش طاقيني انت شاد الزعام في ستوري انا ما كنت عنده واحد 4000 فهمتي ما يصرفش مغاربه الحمد لله المغاربه ما عندوش باكستان وما عندوش اخوه الباكستانيين مغاربه ما يتقداش من الهند راه كتلقى دي كونت فيه 5 مليون و4 لي جيم كيج مجموعه 4 يلا سير اغلبيه كيكونوا ولاد خالته على العائله واش عندهم ثلاثه ديال الكونت عندهم حساب كتلقى عنده ثلاثه ديال لي فوق اللي زان في الوانسرز هذوك كيتسموا زان في الوانسرز خويا دينا حياتك في زاكورة في الصغر ذكرتي فيها واحد الشق ديال الفخار تم قروت دابا الكارتي عندنا حنا فين تزادينا تزادينا وسط دابا كاينين كيما دوك القبائل لا ماشي القبائل من في القبائل شعوب لولود ضحور رجعنا لغزوة يثرب الخبائل جينا من الشام تصدقاتي الحمزة رجعتي السي عباسي لا كاينين دوك لي زاتولي ديال الفخاره كل عائله عندها واحد البلاصه فين كتصاوبوا الفخار داك الوسط كاين اللولو بالداخل كيحطوا فين كيحطوا السلعه باش كت باش كت باش كت باش ملي كتصاوب دابا الفخار كتحطوا في الظل عاد كيخرج للشمس واحد 3 ايام ولا 4 ايام وراها كاينين الضيور فين تزادينا سكيفي تزادينا وسط وسط داك الكارتي اللي كيتصاوب فيه الفخار وكأي طفل ولد الجنوب دونك النهار ديالك بين الفخار الواد ملي كتصيفطوا لنا ملي كيطلقوا داك السد ديال الورزات ملي كيهديهم الله كيطلقوا لنا السد راه كيجي الواد ملي كيشدوا راه واخا طيح الشتا راه الواد ما كيعمرش مع الارض ناشفه كيتابسور بان ما كيحبس دونك ملي كيتطلق داك السد ديال المنصور الذهبي ديال الورزات كيعمر الواد في الصيف وكنمشي دونك الواد الكره مع الدراري وداك الشيء بيلانتي ما حجر الناس اللي كيفهموا كنمشي تلعب مع شي دوار دابا في العشيه خصك تنهزم كيفاش ضروري غتاكل العصا هذه هي القاعده كيقول لك بيلانتي ولا الحجر دابا سهل الماتش 90 دقيقه وانت غالب واحد يقدر الحكم يزيد 45 دقيقه باش تغلب ديك عافاك هادو الطقوس ديالو مومباتشي والله العلي العظيم الى اخر ماتش باقي كنعقل عليه لعبناه والله الا زاد الحكم 36 دقيقه غير باش تعاد ديك الفرق سينو بيلانتي ما دا حجر زعما بيلانتي ولا الحجر كتشوفوا على قبل الوصافه نتوما كتشوفوا هو ديما الماتشات ديال لالي كتخسر فيهم دونك هما ديما عندهم ترجي تما لا ما ويلي تما الفار ما خدامش تما الفار ديك التلفازه ديال الفار من شحال هذه ما خدمتش والمدرسه كيفاش اجواء ديالها المدرسه داك التلميذ اللي فيه الحيويه اللي كيدير كيخلق لومبيونس في القسم عزيز العيان عاود النكات كنت كنحفظ الهناوات ديك الساعات تيقار ثنائي الهبال فيما كان شي نكته خصني نقلب عليها ولا ما لقيتش نكته كنصاوب شي حاجه من عندي المهم كاين لومبيونس وسط وسط المدرسه هو داك التلميذ اللي فيه لا فيفاسيتي بزاف نشاط ضحوكي دونك الاساتذه مزيان فاهمين العلاقه زوينه انا باغمي الدراري اللي ما كياكلوش العصا ماشي حيت مجتهد غير بهذيك لا سامباتي ديالي كنتي من الدراري اللي كيتسخروا الاستاذ وكيقدوا الحيس الكابا كاين فوالا الصغار اسمح لي باش فوالا اخرجني سير قول اسمح لي اللسانيات كيما خلاك الدور لا لا شوف اذا بديتي شعبات اللسانيات من ابتدائي لا من الاول كنتيش قدر تخرج اول حوس اليوم لا ماشي تحيه الكريمه لحسن بس لا شوف ديما كتعجبك تقرب للاستاذ تمسح السبوره تجيب ليه الماء والعيبان معاه كيشحف بزاف في زاكورة راه خاص كل مره كل مره كتقول له انت استاذ راه كيديروا الشغف انت راه لا 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 عطيه لا هذيك كروان لا لا والله تعطيت لا عبد العاطي كيدير واش ما كاينش لا انا هنا كانوا كيعطوا بيا حتى زعما كاش عندكم ديك اللعيبه سميات والكروه ضروري ضروري واحد البنت سميتها فاطمه الزهراء طويله رقيقه
كتبدا كتبدا تقيد لك سميت وكدير عليها بزاف الكروات زعما هذا راه دار الشغب سبعه المرات. نتوما واحد 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 الدري كان وجه لي تحيه من انا تعرف الجنوب الفرنسي كانت على قد الحال يعني كتدخل كت هنا والله كتحضر الفرنسي كاع راه اي واحد قرا في المدرسه العموميه كتلقى الا القله القليله اللي 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 هذا. وكان واحد الدري صاحبي كان وجه لي تحيه من هنا قالت ليه الاستاذه فيرم لا بورت ومشى مسكين جاب ليها الماء من الاداره المهم مقوت ما الخلعه. وكان عندنا واحد المره واحد الامتحان ديال ديك كنقولوا لها ليكسبريسيون كريتي ما تفتي وكانت عطاتنا الاستاذه واحد هذا باش نوصفوا راسنا توصف راسك زعما اكسبريسيون فوالا جي فلان لي لون الى دي لون شفو الى هذا سي زيو روج وهذا واخا حتى واحد سي زيو روج ودي زيو لي زيو روج ديك فوالا وكتوصف. ودابا كانت عطاتنا واحد التكست باش نبازيو عليه ديال واحده سميتها كاترين اون بيل فام لي نيون هذا طان ما شاء الله هذا وعطاتنا زعما كموديل باش نخدموا عليه في زاكور الموديل ديال باريس. لا 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 هذا من بين الخلل اللي كاين في التعليم هو هذا سيكو كيعطيك دي موديل وكيعطي واحد ساكن في واحد المنطقه وراسم ليه تران ولا تيجي فيه وراه ما عمرو شافو. انا كنت ديما كنتخيل تران وعندي ذاك الحلم باش نشوف تران واش هو نفسه اللي كان في القراءه ولا لا ولا شي واحد اخر. واش نوقيتي هو؟ هو غير هو كيتعطل شويه ديال القراءه ديما تما ديال الواقع ديما نص ساعات ديما حاصل القنيطره فهمتيني مع حلاله بويز. المهم دونك كان هذا الاشكال هذا ديال ان التعليم ما كيمشيش مع البيئه لان اول حاجه كندرسوها في التعليم هي البيئه واش كنمشي دابا لاوروبا ولا في كندا كتلقى البيئه حاضره فيها الثلج فيها هذا فيها انت ما يمكنش تحط الثلج لواحد في زاكوره ولا تحط ليه تران ولا تحط ليه اكسيتا. دونك عطاتنا ذاك التكست مشاو الدراري خدموا عليه دري واحد الدري مسكين خدم على ذاك التكست. اول جمله كيبدا بها التكست ديالو هي محمد تون بيل فام حيت هز كاترين هز كيما بانت ليه كاترين كيحيدها كيحط محمد وبقى التكست مشاك لا لا مقتنع تعدى على محمد في ذاك التكست. المهم حنا نعرفوا غير الانشطه اللي كانوا حنا باقي معاك في المدينه فهمتي تضحك على الوقت الانشطه مشيت ما كانش شيطان مدرسيه كنتوش كتنشطوا كنشطوا في 3 مارس كتسنى عام كامل باش نشطنا واحد وانت وزهرك ما كانوش الشبيبات العايبات لا الشبيبات كانوا برا دابا كتجوع المدرسه ولا لا برا المدرسه. شوف كاين يامات عيد العرش يامات 3 مارس الى عقلتو كيجيبونا نهار قبل المدرسه باش كنحكوا الطوابل كاع اللي كتب شي سيلو شي طبله والاقسام كنغسلوا المدرسه. هادو اتعيبه اخويا مشيت والله هذا النشاط كنديروه نهار تا 2 مارس كنديرو وكنبريباريو اللي غيدير شي مسرحيه ولا كنت باقي كنعقل واحد المره بالغرائب الطرائف اللي وقعوا ليا كان عزيز عليا المسرح وكتبت واحد المسرحيه انا واحد الدريه بنت العم ديالي سميتها نورا سميتها المبعوث الجدد ديال واحد المحكمه وداك الشيء وبقى فيا الحال لان هزوا الادوار كامل فرقوهم على الطلبه وعطوني انايا شاوش كنقول غير محكمه في الاول وبقيت والله العيال العظيم وبقات فيا حطرت فيا لانني كنت كان عزيز عليا بديتي فيكيرو انت لا بديت فيكيرو انا اللي كاتب انا كنت لابوط برودكسيون انت كل شيء وخديت شاوش سامسح دونك كانوا لي زاكتيفيتي ديال عيد العرش و ابار صراحه راك انشطه خارج المدرسه مع فهمتيني كما قلت لك الدوريات ديال الحومه ديال رمضان اكسيتا اما المدرسه راك عارف المدرسه كيبقى علاقتك بالاستاذ ديال كديو ليه الماكله لا لا ما عندناش داكشي لان اغلبيه الاساتذه اللي قراونا حنا قراو والدينا والله العلي العظيم انا قراتني واحد الاستاذه قرات الوالد ديالي وبحكم ديك المدرسه بقات عندنا واحد العلاقه مع دوك الاساتذه بحال الاباء يعني كتدخل ما كاينش زعما ديك القضيه ديال تمشي تجيب باك ولا تشكا ولا هذا دونك ما كانت عندكم ديك القضيه اللي كانت عندنا حنايا مثلا في درب السلطان كنا كنكتبوا في نص ورقه على البدايه ديال العام المهنه ديال الاب المهنه ديال لا 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 المعلم ولا الاستاذ عارف باك عارف جدك عارف كلشي والله الا عارف كلشي والدراري كيقدر يطلعك في المدرسه يسلخك برات المدرسه على الداخل في القسم ما عندوش غرام ديال المشكل فريمون كانت مجموعه مدارس سامكروت اللي كانوا وجهت تحيه للاساتذه اللي قراونا تمايا كل باسمه صراحه كانت لانهم اولا ولاد البلاد كلهم وكيعرفوا ضرباهم النفس لا كيضروا صراحه يعني كانت وخارج المدرسه فين صقلتي الموهبه ديالك ديال الكوميديا كما قلت لك كنت كنحفظ بزاف كنت كنمشي للسوق وكنشري الكاسيت ديال ثنائي الهنوات وثنائي الهبال والتيقار وكنت كنشري السنوزي ديك الساعات انا كنت عندي 10 سنين راه ديجا كنت نطلع عرس الديب باز وبزيز وعبد الكريم باجي كنت كنتصنت كاع لهادو الدكالي كنت الغليمي كنت كنتصنت الحليقيه بزاف الناس ديال الحلقه
كنت كنتصنت ليهم بزاف وهذه من بين الاسباب اللي خلاتني انني من بعد في المسار الدراسي ديالي باش نبحث في الكوميديا، ماشي زعما حيت وليت كوميدي ولكن انني داك الحب ديالي للكوميديا من الصغر وكانت عزيزه عليك، كنعز عليا لي سيت كوم نتفرج في كل اي حاجه فيها محتوى كوميدي، ولدابا كنقدر نتفرج في ستاند اب بالروسيه واخا ما كنفهموش. وشنو غتستافد منه؟ كتستافد لا ميزون سين، كتستافد لي رياكسيون، كتستافد بزاف ديالها. والله الا كندخل بارفوا لي بلاتفورم اللي كتفرج في ستاند اب واخا ما كتفهموش، ولكن غير لو فيت ديال انه كيفاش كيدوي فوق الخشبه وداك الشيء كان الحركات فوالا كتقدر تستافد بزاف ديال الحوايج في هذا الامر. دونك هادشي نقدروا نقولوا هادشي هو اللي خلاك تخرج من المنطقه فين تزاديتي وفين كبرتي وتجي ودوز هنا كوميديا وكوميديا شو هاد البرامج ديال المواهب. كما قلت لك كان ديجا الحس كاين وكانت الرغبه، ونهار شفت كوميديا باقي كنعقل في 2008 وكنت كنسمع ذاك الميساج ديال الخياري، جيت راه شاركت في الكاستينغ ديال الكوميديا في 2008 شاركت فيه ولكن تودر لي البورتابل ومن طاح لي البورتابل في درب نوبيله في حدا جامعه الحسن الثاني. كان عندي دوك البورتابلات الصغار وداك الشيء، وكنت مشيت لجامعه الحسن الثاني وطاح لي البورتابل في الطريق تما. وكنت ما كملتيش باش ما كملتش، كانوا عيطوا لي ولكن لقاو البورتابل ما خدامش، لقاو واحد اخر صافي. حتى 2009 جيت دوزت عاوتاني كاستينغ، عاد قال لي زيزي راك انت كنعيطوا لك داك العام راه كنتي تقبلتي في الكاستينغ. نتمنى تكون ما درتيش لاستيك التليفون خليتيه في جيبك. لا 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 عطيتهم الفيكس يمكن. لا لا عطيتهم شي ثلاثه التليفون والله العلي ديالي وديال العم وديال خالتي في درب جديد والله العادي. ورا هاد المرحله هذه يمكن جات واحد الفتره ديال الفراغ قبل من انك تلتحق بطاليس برود ولا بالدراري ديال ايموراجي، عاودنا شويه على التجربه ديال ايموراجي. المرحله دونك ربحنا هذا المشكل ديال لي تيلي رياليتي في المغرب كاع بصفه عامه، سيكو كتقلب على المواهب كتجي كتجيبهم من التلفازه كيربحوا منهم الناس صافي كتبان كدوز راه مواهب اخرى وغير القضيه يعني ما كاينش لان ديك المؤسسه دابا خص المواكبه ديك المؤسسه اللي غادي تواكب ما عندهاش عندها هدف مادي محض لان صافي لا بروجيكسيون صافي انت ما كيهمهاش بس ولا يسار ولا جواج ولا طاليس ولا اي واحد صافي كتجيب 16 واحد هذا العام كيشاركوا قدرتي تريزيستي راسك راه تريزيستي والاغلبيه ديال الدراري ريزيستوا راسهم زعما راك عارف المغرب راه كيشارك تبارك الله الدراري تبارك الله ريزيستوا اللي حاضرين اليوم وحتى اللي ما حاضرش وحتى اللي كيعاني راه بداك الاهمال بوتيتخ بسبب على القضيه. بزاف ديال الكوميديين وكان معنا في البلاطو ديالنا في احدى الحلقات غسان قال لنا واحد الكلمه ما عرفتش واش كتشاطروا الراي ولا لا، قال لنا باللي الداري ملي سيرات كوميديا شو كاين اللي خصو طبيب نفسي حيتاش معلوم فاق الصباح لقى ما كاين والو من الشهره كنعقل انا كتخرج من لا لا من عين الشق عرفتي كتصور معاك كل هذاك شارع القدس كل شو كيتصور معاك انت كتسنى خصك تدرك باش تشد التاكسي فهمتي خصك والله بعد ما كتخرج وكتضرك باش ما تبانش راك شاد الطاكسي وهذا يعني النجوميه كاين النجوميه لا توازي داك كندوي في ديك الفتره. من بعد كانوا تبارك الله الدراري اللي قدروا يجتهدوا داك الشيء واجتهدنا اليوم الحمد لله يعني ما كان انا بارمي الناس اللي كيقولوا ما كنكرش الفضل ديال الله سبحانه وتعالى. قدرتي تحسن الوضع المادي ديالك بخدمتك الاجتهاد ديالك وكاينين دراري تبارك الله اللي قدروا يوصلوا غير هي ديك النجوميه دائما لا تضاهي بصح هذاك الشيء اللي هذاك المدخول اللي كيرجع ماديا ماشي ما بوتيت بس في 2009 ربح كوميديا 10 مليون راه شي حاجه، ولكن دابا ملي كتجي تحسبها راه سي فهمتي ليميسيون اللي كيتفرج فيها المغرب كامل وهذا 10 مليون راه دورتي معاه صراحه كون داروا درهم من واحد 40 مليون يعني خصك تعطيه باش يسوفينيت وحيد من هذا ويضرب شي طوموبيل واعره وشي سكينه وديك الساعات ندويو على النجوميه والفن. واخا ندويو شويه على الكواليس ديال ايموراجي يعني من وراء هذه المرحله هذه مشيتي التحقتي بايموراجي ندويو شويه على الكواليس كيفاش كتخدموا كيفاش التحقتي بعدا بالايكيب. هي ايموراجي كانت من بين التجارب الرائده والواعره. التحقت بالايكيب صراحه كانت ليكيب خدامه، كان ديك الساعه ايموراجي راه كان فيها شي راه لافيش فيها شي 830 واحد غتقلب على يوم تبقى تزومي باش تجبد ما تعرف واش يسار ولا هذا. كانوا فيها ايموراجي كانوا فيها خمسه المقدمين و40 واحد كدير سكيتش وهذا دونك، ولكن من بعد بدات كتجمع ومع الوقت انا باقي كنعقل درت معاهم السبيكتاكل الاول في ميغاراما وطاليس عجبو الحال والبوبليك بيان سور صافي، والتحقت مع المجموعه اللي معروفه بالاسماء ديالها اللي كنحيي كل واحد على حده. شحال بقيتو ديك الساعه؟ شحال تقريبا تكون شي 12 واحد طاليس وبدري تكون شي 12 13 واحد فاش تعزلات ايموراجي. تعزلات ايموراجي وخدمنا بزاف ديال السبيكتاكل هنا في برا في المغرب الى غير ذلك. الاجواء كانت زويونه، كانت واحد التعاون، كنا كنخدموا على لي سكيتش كنتلاقاو لي كوليس
وصراحة طاليس ضرب يعني بدل مجهود كبير لأنه كان كيفكر الجودة ديال الجودة التقنية والفنية وكانوا فريمون كنا والتنافس كاين التنافس يعني ملي كتعرف راسك راه طالع غدير سكيتش وغيجي من وراك يسار ولا رشيد ولا أيوب إدري ولا سعيد واجع خصك تطلع لبرا ماشي بحال ملي كتلعب بوحدك شبه كتلعب بوحدك ما كتكونش عندك ذاك الهاجس ديال عاجبه في موغول عاجب داكشي ولكن ملي كتكون في الجروب كيخصك حتى انت تبان بلا ميم مانيير اللي بانوا بها الدراري خصك حتى انت تعطيه وهذا ودير داك لو بلوس سورتو كو بس غالبا كيجي هو الاخر ولا ما قبل الاخر بعض المرات كيجي يسار بعض المرات رشيد بعض المرات انت بعض دونك المهم ديما ثلاثه الاخر داك الاخر دونك في ثلاثه الاخرين خصك تخدم مزيان باش تعطيه وهذه من بين الحوايج اللي خلاتنا باقا زكريا عندك شي سؤال حيت قبل ما عندكش قبل ما يمشي نبيل يسول ندير واحد البوز ميوزيكال ندير واحد الفاصل باش الناس تا هما يتمسكوا لكن بذوقك انت اللي غتختار لينا بصح انت اللي كتختار لنا المزيكا انا اللي غنختار اش من ولكن ما يمكنش نفرض عليكم انا شي لون لا فرض لا جاتني معك ستون اليوم نهار نهارك سمح لنا عندنا واحد القصه كنعاودوا الدراري مالنا دابا حنا غادي معك الطوموبيل انت حال الشراجم احنا انا وياك كنطلو وانت بغيتي تخدم لينا شي دويسك وحنا بغينا نسمعوا شي دويسك علاش حال الشراجم وانتم كنطلو حنا صافي حنا كيجينا الحقائق هادو صافي غربي شرقي كما كان دوقه كنشوفوا الطوق اليوم يلا نديروا دير ماري جي بلايج فاميلي افير سون الجمعه السبت والحد مع الخمسه ديال العشيه موسقين باحكين وشادين السون على ام اف ام وحنا باقيين شادين السون على اذاعه ام اف ام باقيين شادين معكم السون مع بسون وقفنا عندك نبيل ياك نبيل عندك شي سؤال انا نمشي معك اخويا بسول التجربه ديال التمثيل يلا نمشي التجربه ديال التمثيل كيفاش دخلتي لها سورتو يمكن ما لعبتيش فقط الادوار ديال الكوميديا شفنا كدير حتى الدراما الدراما درت غير تقريبا دور درامي مع الهام العالمي في اخر مسلسل ليا اللي هو دوق وفي الغليه التحيه من المنبر دونك كانت عندي واحد لا سيكونس في الاخر اللي كان فيها شويه ديال البكا وداك الشيء ما عرفتش مدى التوفق فيها الى غير ذلك كان شي حوايج اخرين ولاد علي راه كانت فيها شي حاجه ديال الدراما كانت دراما وي كاين شويه ديال مع داداس ومع داداس وفي ديك اللقطه الاخرى اكسيتيرا لكن شي حوايج انت ما كتختارهمش ربما الباركور ديالك الناس كيشوفوك يقولوا تقدر تجي في دور درامي الى غير ذلك فكانوا محاولات وكما قلت لك ما يمكنش انت تحكم على راسك فغير كيكونوا دي كومونتور زوينين من الناس لا في الفيسبوك لا في اليوتيوب برافو راك توفقتي هذا قال الاغلبيه كيقولوا مزيان هذا كاين اللي بوتيتر كيدير شويه النقد وهذا كيعطيك باش تصلح شي امور هذا والانسان كيقول دائما احنا باقيين دراري صغار في الناحيه الفنيه 9 سنين ولا 10 سنين في الدومين يعني باقي الانسان انت كتلقى راسك اكثر في الدراما ولا الكوميديا اكثر لانك هي التخصص ديالك ولكن الدراما بحال اللي كتدوز لواحد الامتحان اخر بحال الا شنو اللي صعيب فيها في الدراما اللي صعيب هو تشخيص ماشي تشخيص شكون اللي غيشوفك وشكون اللي غيقيدك شكون اللي غيقول لك راك كتخربق ولا راك غادي مزيان هادشي راه ما كاينش في المغرب نورمالمون شكون هادشي بغيت نسول شكون كيكون كوتش نورمالمون فين كيكون كوتش نورمالمون ولي واقل نورمالمون شكون هذا اللي غايجيب لي كوتش وسط البلاط كوتش جابو جا للكعبي انت وجايبينك صحه ولا عليك كوتش واش فهمتيني اش غنقول لك ولا ان بلاطو اللي كتصور فيه الدراما ولا الكوميديا ولا كيكونوا دي كوتش كيكون واحد الانسان كيراقبك ان الممثل المغربي ملي كيجي للبلاطو مره غادي مزيان مره واكل مره زعفان كيفكر في الخلاص شحال واخد هو كيضرب ديك لاسين وكيشوف بوتيت حوايج اخرين في دماغه وداك الشيء انا خصو واحد الكوتش كاش حاجه سميتها الاداره الفنيه ما عندناش واحد الاداره الفنيه هي اللي يمكن تقدر تعاونك كيجي عندك واحد كيقول لك اوديها انا ها الوقيته اللي خصك دير ها هذا هنا راك رفعتي الصوت ديالك راك خرجتي من لوغور بارفو كتفرش اعمال كوميديا كتلقى واحد لاعب خمسه شخصيات في دور واحد دور واحد والله كيلعب مكناسي في الاول الوسط السيت كوم كيولي غرباوي من بعد هذا كيسالي بالشلحه بعد المرات كيقباح بعد المرات كيولي ضريف دونك الاداره الفنيه الاداره الفنيه ما كيناش يعني انت كتجري راسك براسك وهذيك القضيه اللي كتحيد ستريس راسك كتشوف في المرايه في راسك كدير كلشي واحد القضيه كنت شفتها في واحد ستوريا ديال عزيز داداس كان كيهضر وكيعي على كيقول لهم زعما علاش غنفيق انا مع 6 الصباح ولا 7 الصباح وانتم باقيين كتقادوا في بلاطو في الكاميرا
كتبرز كاين هادشي كاين هادشي وهو مناش هاد المشكل كيكون غالبا هو منين كيكون مناش كيكون لان الاداره الفنيه الاداره الفنيه كيكون واحد تورناج اللي كيبدا نهار 5 خصو يسالي نهار 10 صافي خصو يسالي نهار 10 يعني كاينش 11 ولا 12 ولا 13 الا سالف 12 ولا 13 خوت كتزاف فوالا كلشي كيدخل في الخسران هذا الى غير ذلك لان رب انا ما عمري دخلت في الانتاج باش نعرف الحسابات عمر عمر برزطاتك شي حاجه وستغناش فهمتي وكيكونوا دي مومون اللي كتبرزط لانك بوتيتخ كتخصك واحد الوقيته ديال الراحه لا كونسونطراسيون الماكله كيكونوا بعض المرات حالات اللي كتبرزط فيهم هي ماشي دائما كتكون ولكن كتحضر بعض المرات غالباً الاخر كترجع ضحك ولكن دوزنا صراحه بلا ما نذكروا البلايص ولكن دوزنا دي تورناج ديال الكسيده اللي خرجتي منو حي راه مزيان مثلا لدوينا على ولاد علي كان فيه وخا شفنا فيه الضحك وشفنا فيه الدراما وكلشي تبارك الله قنع ولكن واش كانوا فين باش بحال هاد المشاكل ولاد علي ولاد علي انا نعطيك واحد كما كيقولوا السكوب على ولاد علي ولاد علي منطاليس لجميع الدراري يعني نقدر نقول لك يعني كان واحد الانسجام رهيب كانوا دي كونديسيون لي سي با 100% هما هادوك ياك ولكن حنا فرضنا حنا بالوجود ديالنا وداكشي فرضنا دي كونديسيون على بعضياتنا ونشطنا اكسيتيرا وزعما ولاد علي يعني الخلاص اللي خدينا فيه يعني البيمون اللي خدينا طاليس في الاخر زاد من جيبو باش يتخلصوا ناس لانه هو كان باغاهم يشوفوهم في ليماج غير باش هذا سكوب اللي طاليس ما عمرو قالها ماديا ما خدينا فيه زعما داك الشيء اللي خصك تاخذ كان قليل داك الشيء يعني. قليل 30 حلقه في رمضان وهذا راه كتخيل ما عرفتش زعما بلا ما نحكي على الثمن ولكن يعني خدينا غير البركه السلام عليكم البركه فلوس هذا الشيء ماشي بحكم طاليس ولا هذا لان البيدجي ديال السلسله لا يتناسب مع داك الشيء الكاستينغ والتكنيك وداك الشيء وكان طاليس كان كيحلم يعطي داك البروجي خصو يديرو هكاك الور تفرض علينا اننا نخدمو مي تورناج داز في دي كونديسيون واعرين لان حنا كما قلت لي بلومبيونس ديالنا خلقنا ديجا نتوما جروب يعني جروب وخلقناه تما وصراحه داز حتى بالشركه حتى هي تقاتلات والدراري تقاتلوا وداز داك الشيء زوين يعني صراحه واخا الا دوينا تحيه الناس ديال بوش نتوف ضرب السلطان عمرها دار دوك الناس البلاصه فين صورنا وحق تعاونوا مع لابرودرا الكاسكوروطات هما اللي كيديروا والله الا تعاونوا مع لابرودرا بوش نتوف راه اكثر راه ماشي هذا هو الفيلم الاول ولا السلسله الاولى راه حتى سعيد ناصري كان كتكون جالس وكتلقى عائلة مساكن شوف راك بلا ما نشرح لك الوضعية الإنسان ساكن في بيت وهذا وكيخرج لك المسمن والبطبوط والبغرير ويعطيك أتاي وكتدخل الدار تعمر فيها القهوة القيتة اللي بغيتي فتحية لدوك الناس صراحة برافو شوف ما كتفكروش باش تعاودوا شي بروجي بحال هذا نتوما كاملين ما كرهناش ولكن انت انا وانت والاخر وهذا ما كاينش الماده باش تعاود بروجي بحال هذا خاصك واحد 400 ولا 500 مليون منين غتجيك بس واش هادشي اللي خلاك انك تفكر تمشي تديها شي شويه في قرايتك وتمشي لامريكان الفكره ديال القرايه كانت سواء وصلت لهذا النيفو سواء ما كانش سواء كان في زوين ولا كان واعر يعني الاختيار ديال القرايه كان هو واحد الاختيار اللي بالنسبه لي كان مفروض عليا لان عندي الاب ديالي والام ديالي يعني رغم انني اليوم اتواجد في الفن ولكن عندهم القرايه الوالد دابا كيعيط لك في التليفون كيقول لك كيداير مع القرايه وميسولك لا واش بنتي في دوزيام ولاش عندك الدار غتصور هذا ولا واش تلاقيتي داداس ولا ما عندوش حق القسم لا زعما هل العائله تاع بن سقرون الله هذوك معنا بي احنا تبارك الله شو تحيه لكاع الناس ديال فاس تحيه لهم كاملين والله انا كنقول لك لا عزاز لا عزازين عليه بس حكم العالم والنواحي بس حكم العالم ديال يلا الور القرايه كان عندي ديما ديك الرغبه عزيز علي راي واحد دوز لافاك ترجعوا لافاك كيتفكر دوك الحيوط كان عندي داك الحلم ديما نرجع لهذا وكانت واحد المرحله شويه في المسار كيما قال زكريا في الاول 2012 13 14 كانت القضيه شويه واكحه ماشي واكحه ناشفه حيله محلوش السد محلوش ديك الوقيته اللي استفدت منها درت الماستر في بنمسيكو بس وبغيناك تدينا معاك الميريكان عاود لينا على اول دينا خويا دينا معاك الميريكان عاود لينا واحد بواحد اي واحد كيقرا دابا كيدير داير سيكسيون ديبارتمون اونغلي في لافاك دائما داك الحلم ديال الميريكان ولا الانجليز كاين داك الهاجس كاين
كتفرج ديك ساعات في ام بي سي 2 في اكتر فيل وفي اوبرا وينفري كتشوف النجوم تفرج في الافلام ديما ديك واحد النهار تكون تما وتشوف دوك العمارات وهذا وتجوي بلونغلي مع المراكنه ديما داك الحلم كاين والحمد لله تحقق لي رغم انني دفعت الفيزا جوج المرات وما تقبلتش قبل يعني ابار هذا ولكن من بعد ملي خديت المنحه لان كيفاش خديتيها انا نورمالمون خديت الماستر في بنمسيك اللي مازال كنكمل فيها دابا ادب انجليزي الادب الانجليزي تبارك الله ماستر سميتو مروكن امريكان ستاديز دراسه العربيه الامريكيه مروكن فهمتي مروكن ينسى اب كنشرح ليك مالك باش بات انت قلتي مروكن ويب مروكن خليتي داكشي الاخر شرحتي لي غير مروكن اللي باين مروكن كمل اخويا بس وكمل اخويا كمل اخويا راه الوقت ما عاد الماستر خديته في 2015 ودفعت للدكتوراه في نفس الجامعه في بنمسيك اللغه والتثاقف لانجويج اند ترانسكالتشراليزم البحث كان على الفيلوسوفي في هيومر فلسفه الضحك والفكاهه وبحث مقارنه بين ستاند اب في المغرب وفي امريكا في العام الثاني ديالي في الدكتوراه كاين نورمالمون الماسيسي اللي هي الجمعيه المغربيه الامريكيه للتبادل الثقافي الناس خصهم طلبه اللي سواء لا في سيكسيون اونغلي ولا في المواد العلميه راه باش الناس يدخلوا وانا من بعد ما مشيت وهذا يعني بزاف ديال الدراري اتصلوا بيا وفيهم دابا اللي مشى لانهم كيعيطوا كياخذوا المعلومات في داكشي الامور سهله لان حنا كمغاربه حيت كتحشم تدخل داك جوجل وتقلب على شي دابا بزاف ديال المنح دابا غير استراليا انا عندي ناس وكاينين دي كولابوراسيون مع جامعات مغربيه الناس خصهم يدخلوا ويبحثوا كاينين بزاف ديال المنح ما فيها باس ان الانسان يمشي ويستافد من واحد التجربه برا ويقرا اكسيتيرا راه كاين زعما داكشي راه اكسيسيبل زعما راه ماشي شي حاجه زعما الناس ما يحشموش يدخلوا لجوجل ويكتبوا فهمتيني سكولرشيبس ولا المنح ولا لي بورس بالفرنسي وهذا كاينين بزاف ديال الجامعات وهذا وراه ماشي بالضروره تكون طياره ولا كتقرا مزيان زعما باش هذا السوفي غير يكون عندك موضوع وكتقن واحد التخصص معين وهذا هذا الشيء اللي كاين فدفعت لديك المنحه وبحكم طبيعه البحث لانه في واحد المقارنه بين ستاند اب في المغرب وفي امريكان يعني لقى استحسان وباش تعرفوا يعني تقبلت في لا ليست داتونت ما تقبلتش مع المجموعه الاولى والله ما تقبلتش مع المجموعه الاولى وبقى فيا الحال ومشيت ونسيت كاع انا داك الشيء تا مشيت واحد كنصور فطاطا كنصور وشن وتا كيجيني ميساج زعما راه شي واحد بوتيت خمشه ولا هذا يكون طاح لي التليفون بحال الكوميديا غير زعما باش تعرف ان مساله دائما الانسان يتمسك بباسيس من الامال وراه ماشي ويبحث ويقلب ومشيت رغم ان بزاف ديال الناس اللي تقبلوا كانوا تخصصات علميه وكاينين تبارك الله طلبه في هادشي الهندسه الميكانيكيه وما تبارك الله ملي كتدخل تما كتلقى ان المغاربه كاين وخديت المنحه اللي هي جوينت سوبرفيجن سكولرشيب يعني كتمشي بحال البحث ديالك كديرو مع شي استاذ اخر تما بتنسيق مع الاستاذ ديالك هنا داكوغ فوالا ومشيت لمده سنه فين مدينه كنت في ابستايت نيويورك واحد المدينه سميتها ساراتوغا سبرينغز دايره بحال افران مدينه زوينه فيها غير البيضين انا اللوين الوحيد اللي كان ضرب مدينه صغيره بس الطفره اللي كانت عنده والله الا العلي العلي ومن الصدف الغريبه سيكو كنت كندور كنقلب على الاكلات الماكله المغربيه والحلال وداك الشيء والو ما كايناش ضربت شي سيمانه كونسيرفي ساراتوغا سبرينغز كاينه في ابستايت نيويورك يعني بحال قلتي العاصمه ديال نيويورك اللي هي الباني كتزيد واحد 70 كيلومتر قلتي برشيد وداك بحال فوالا ولاد حريزه يا ولاد حريزه قريبه لنيويورك اش علاش تلفتي انا قال انت يا ولاد حريزه برشيد عاقل على الساره في الاول سبرينغ كنقولوا له حنا سبرينغ اللي مولفين نمشيو وداك عاقل على الساره وبدا تقلب هو قال لك منابع ساره توقف بحال قلتي منابع ام الرابع بحال هكا هو قال لك قلب في جوجل مشى لامريكا بقى قلب الريسيرش ديالك لقى كومون انستالي تندر بلوس زوينه تلعب كيفاش عشتي كما قالت مريم ديك السيمانه كانت صعيبه لان ما كاينش العرب بزاف ما كاينش لا كلتشر خويا راه زوينه ما يكونش العرب لا هي زوينه راه دابا انا جايك وفيها هذوك اللي البارح قلتي لنا في اليورو كاين هذوك قلتي لنا كاين خلينا الدراري تنكون انا وياكم سميتهم نذكروا كل شيء دابا الدراري سميتهم تيتيز دخلتي عندنا خويا دخلتي عندنا الدراري عندك شوف انا قال لك خالد نزار اش كاين شادين تيجي بها دي بليس قلت لك باغيين يهزوا يكملوا الطريق عام اللي ضحك راه كاينين ابتسامه تفاؤل وراه فين ما مشيتي كاينين علاش المغرب ما كاينين تما كاينين بوفره
مريم مدينه خويا بس مريم دافع على البنات دافع على البنات دونك الدراري راه ماشيش على قبل داكشي مشيت نقرا غير باش نكون واضح تعلم ولا قرا راه قبلي طفلين فهمتي حنا الا مشينا نكونوا غادي على قبل داكشي وراه خلينا اخلي تن بعد نعاود لك شي اسرار داكشي تبقى بيناتنا الاسبوع الاول كما قلت لك كانت شويه ديك التحنسير ديال كتقلب تاكل في شي بلاصه فيها هذا حلال الحلال وباش تشري اللحم حلال وباش تشري دونك كانت شويه نباتي في الاسبوع والله الا نباتي اوغوزمون تلاقيت مع واحد السيد انا قلت المنطقه باقي ما فيهاش المغاربه قلت ان الشوفور اللي كيسوق الطوبيس اللي كيمشي من وسط المدينه الله فاك مغربي حق القسم لازم على صدفه كبيره سوق الاربع كيفاش تعرفوا كيفاش عرفتوا ديسك ديال مامي انا غادي في الطوبيس راه كركب في الطوبيس هو ما عرفنيش لانه وداه هو تمايا هو ما سمعش ما سمعش مغربي فوالا كان ما سمعش مغربي كان نيويورك هذيك الساعه كنت انا جواد غيدور وكنسمعوا كنضربتي اللارجي صاحب كاشيره والله وكنسمع عنده في الصونيت ديسك ديال زعزع خاطرين سليل ديسك هو اللي فرشو عاد كيما فينا الساط ديالنا ياك عاد بداي قال لي هذا وقال لي راه كاينه واحد المغربيه اخرى كانت كاينه في لافاك هذا ولكن بقيت كنقلب عليه واحد المده ما هذا وتلاقينا مره واحده ولا جوج سميتها ساره مغربيه حتى هي مشات دوزات شي عامين تما في هذاك الكوليج سميتو سكيدمور كوليج شو اكثر حاجه عجبتك في ميريكان اكثر حاجه احنا كمغاربه واحد الحاجه زوينه فينا سي كو سهل تأضبط مع أي مناخ لأنه جاي من الزيرو يعني تأضبط مع الواحد مع الجوج مع الثلاثة أمريكان بحالي قلت لي 11 لا أي حاجة كنت زوينة أي حاجة لأنه جاي ديجا لن نسقط لأننا ولا كين لاكسي المعلومة أيه لاكسي المعلومة كين 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 كتحس بكل شيء سهل كل شيء سهل يعني كل شيء سهل الموهبة ديالك ولا داك الشيء اللي كدير كيتقدر انا نورمالمون نهار مشيت مع لونتوراج اللي هو الاستاذه ودوك الطلبه اللي كنت كنتلاقاهم مشيت نوتر ما عمري قلت شي واحد راه كندير لاغ ولا واحد المره دخلوا الانستغرام ديالي وداك الشيء ولقاو مليون وفي الصرف عاد بداو ينبشوا داك الشيء عاد تعرفت ابار الاستاذه كانت كتعرفني راه ارتي زعما كندير لا كوميدي كندير لا كوميدي ومن بعد صافي وملي عرفوني تما ونضموا واحد الفيستيفال ديال لا كوميدي على قبل على الشرف ديالي والله العظيم الكاميري فيستيفال في سكيدمور وطلعت ودرت واحد الباساج سكيتش خمسه ولا ما عرفت سته دقائق برونكلي غير حيت كريستوفر الدراري انا وفيهم جوج طلبه اللي جاو عندي هنايا ومشاو لزاكوره ومشاو للغرب ومشاو دوك الطلبه اللي تلاقيت تما دونك كي ساهل كيقدروا هذه المساله ديال انك كدير لان عندهم كتكون عندك شي موهبه معينه زوينه تقدر تقول لهم راه موهبه قول لي كنقاد الصدف ديال الاخوان مش موهبه يقدر يجي واو اكسلنت ماشي يشجعوا احنا كتقول لي راه جاي بشي روينه كنقول لك راه كاع الاخرين حتى هما واش دار بوشي حنا كاين شويه ديك الثقافه ديال تحطيم كاينه ثقافه تحطيم ولا ما رديتيش بالك تقدر تحطمك بصح من اللي كتمشي لتما كتولي تفالوريزي راسك يعني هما كاينه ديك دونك هنا هما كاينه ديك قضيه هما واثقين في راسهم كيشجعوا الفاشل حتى كينجح كاينه ماشي قضيه كيشجعوا الفاشل هما كاينه شي حاجه واخا يكون شويه كاين عنده وكتلقاه كيعرف يدوي الا غير بريزونتي ليك راسو كيقول لك هذا وكذا هو اي حاجه بسيطه البارح مثلا كتلقى نهار اثنين اللي هو النهار الاول في الاسبوع ماشي كيجيو كيدخلوا ديريكت في الدرس مثلا كيقول لك كل واحد فين كنتي انا راه مشيت البارح مثلا كتقول مشيت لضرب غلف شريت بورتابل واو هذا كيعطيوك ديك 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 القيمه باش تعاود قصه وباش تفالوريزي راسك وراه تلاقيت واحد السيد وهذا كيبقى يقول لك واو كلشي كيقول واو تما على اي حاجه اي حاجه بالضبط دونك كنت كتحس براسك كتفالوريزا كتزادك واحد وبقيتي غير تماك ولا مشيتي شي بلايص لا مشيت الدرج مشيت لديترويت مشيت لباستون مشيت هبطتي للويست كول شويه مشيت لك واشنطن لا واشنطن العاصمه مشيت ليها ولكن واشنطن الاخرى لا كاليفورنيا ايلا راه كبير ذاك التخربيق عندنا كبيره بزاف وشتي دوك الدراري ديال الراب الله يرزقك في تايم سكوير شفتهم في هذا وحضرت دي سبيكتاكل مشيتي لهارلم الهارلم مشيت لنورث ايلاند مشيت للكوينز البرونكس مشيت للبرونكس مشيت للبروجيكت تسمى مشيت درت في دوك ترى مشيتي بلاصه الموسيقى صاحبي بغينا نشدو معاك الصون موسيقيا نديرو واحد البوز بالذوق ديالك ولكن بغيناك تختار لينا جوج تراكات واحد امريكاني
بقى في دماغك حيت كنتي تماك وشي واحد مغربي كنتي كتصنط ليه زعما عربي مغربي فهمتي شي حاجه كتفكرك في المغرب عشر الى عقلت عليه واحد يي هذاك عجي كتدخل بزاف هذا ليل جون عرفتي عشر بيان سور وليل جون عشر ورا تراكه وجبدوا لك مالي لسون وقاش كيبقى يشطح كيبقى يرجع برجليه ولا يبان كيبقى يرجع برجليه قال على الكليب كيدير التروي ديال 10 هذا ديال ديرو ديرو 10 هذا ديال 10 ياه يا ونديرو شي ديسك مغربي ولا انا ما قراتش داك مامي حتى هو اللي زعزعك رجعك نديرو زعزع ولا نديرو سميتو البوليسيه 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 نشدو في التراكات السون على اذاعه ام اف ام وراجع لكم نكملوا الحلقه مع باس MFM. وبقينا على إذاعة MFM شادين الصون في الصون مع باسو خويا انت حاضر بقوة في مواقع التواصل الاجتماعي كنشوفوك خصوصا في انستغرام لا داك الشيء اللي هضرنا في الاوف ما نهضروش فيه فهمتي لا 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 داك الشيء ديالنا شكرا لا لا كاين شي واحد ما كيحشمش كيجيب لك داك الشيء واحد سير الله يسخر داك الشيء ديالنا اخويا لا حنا نهضروا على انا نهضروا غير في انستغرام ونهضروا في ستوريات حنا راه اليورو متبعينك ولينا كنعرفوا شكون ربح شكون خسر من عندك انت تركيا اللي غادي تدي الكاس اخطبوط خويا ولكن غادي يستقبلهم اردوغان وغايقول لهم براه عجبني التضامن ديالك مع مبابي والله والمقارنه اللي درتي لي شكرا زعما مبابي ماشي مشكل زعما شنو الحاجه اللي مخلياك انك تقول خصني نكون حاضر بقوه في اي حاجه كنلقاوك كتكومونتي كتعلق اولا كاين عندي واحد لا بوبولاسيون تبع ستوريات سكيفي ملي كتوقف من ستوريات كيصحابهم راك مريض ولا سكيفي الناس كيتابعوا وناس زعما حتى في الدومين والناس اللي مشهورين كيعجبهم دوك ستوريات بارفو كنكتب غير ستوريات باش نضحك ديك لا بوبولاسيون لانهم كيعجبهم وفي الستوري كتكون عندك شويه ديال الجرأه تكتب بصح تكتب شي كلمات شي حوايج ما قدرتش تقولهم في التلفازه والناس كيعجبهم الحال وكيكومونتيو وهذا وكيراسلوك دونك هذا هو الهاجس الاول زعما ما كاينش بارفو بعض المرات كنكتب شي حاجه شويه ولا كتلمح لشي شخص الناس كيسحاب اليوم راه كتكلاشي في شي واحد ولا عندك عداوه مع شي واحد ولا دونك جامي فيها الكلاش وبعض المرات كيكونوا شي حوايج غير صدفه صدفه كيقول لك عندك راه كلاشيتي هذه الفرقه ولا قلتي هذا ولا عطيتي لهذا انا غير كنقول ديك انت باغي تضحك انا غنضحك وبارفو كنقول ليا غير خليها علاش لان ما خصش كتقول ان ذاك الاحساس اللي حسيتيه في واحد اللحظه معينه ما خصوش يطبلوكا بشي حاجه اللي هي اكستير اللي انت ما درتيهاش عن قصد وي الله سبحانه وتعالى راك وما كيحاسبكش عن الجهل ديالك الحاجه واحد الحاجه ما كنتيش عارفها ودرتيها وما عرفتيش راه خطاشي فما بالك بالعبد فكتقول ان طونكو كنت كدير واحد الحاجه بحسن نيه والغرض ديالها هو الضحك بصح فما ما فيها باس انك بعض المرات كتاوزي هاد لا معايا دونك كاين واحد لا بوبولاسيون متابعات لا دريف لا والله لا دريف ياك هو خويا باسو كنعرفوا ان الويب شويه مسخ كيف ما كيقولوا اللي سميتيهم اسميتهم قبيله لا انفلونسرز لا انفلونسرز دابا راه الحمد لله كل عندك شي فاداش كل مغربي عنده انفلونسر ديالو ولا كلشي باغي ينصح كل 30 مليون مغربي بغات تنصح 30 كلشي باغي كل واحد فين يسمع النصيحه ديال الاخر كيف ما كيقولوا هما ما كنقولش انا كيقول لك ان الويب شويه مسخ يعني كيفاش انت كتعامل مع انتقادات مثلا كومونتيرات او لا اي حاجه فيها انتقاد شوف هو كاين واحد النوع ديال الانتقاد اللي كيكون زوين نقد بارفو كيطلعوا عندك ناس دو مثلا بحال ديزو القوام ديزو القوام كانوا شي انتقادات وخرج شي دويتي عليه في ستوري وهادي فكرني شنو قلت فيه فكرتني شنو قلت فيه قلت لهم انا اللي داير الفن باش نصوفي عائله وهادي وكذا فهمتيني يعني ولكن هذيك تكتبات زعما خارج ماشي زعما بالضبط دايزو القوام ولا تكتبات لان داك الستوري جا كرد فعل على الاعمال ديال رمضان لا الاعمال ديال رمضان ديما كنمشيو غير الفنان هو اللي كيتلام كتلامش ديك لاشينكو لا اللي محسوبه على داك لا لان داك الفنان غير فاعل وسط هذاك العمل ذاك العمل وراه مخرج وراه بروجيكسيون وراه اداره تقنيه سيناريو التلفازه بوزيت الناس ما يقدروش يقولوا هذا الشيء ولكن باسو كيقول وراه التلفازه وراه الناس اللي كيشدوا هذا العام وكيعاودوا يشدوا العام الجاي وراه بزاف ديال وراه الناس كيخدموا بزاف والناس ما كيخدموش وراه بزاف ديال العوامل الوغ ملي كتجي ذاك الفنان بوحدو كتنتقد انا كنقول انتقد التشخيص ديالك مثلا فشلتي مثلا في واحد الدور مزيان
مزيان الناس يجيو لك ودير فشلتي في داك الدور وما هذا، ولكن ما تحاسبنيش على جوده ديال العمل اللي انا غير فيه فاعل، ماشي كل شيء المسؤول فيه. كاين فيه بزاف ديال العوامل اللي اثرت اللي كتاثر عليه وكتاثر فيه، وبارفو كيكونوا انتقادات اللي ما كتمشيش للصميم. كاين شي انتقاد اللي ملي كتقراه كتقول هذا انتقدك غير حيتاش بنتي، حيت بغى ينتقدك، حيت بغى ينتقدك انت اللي كاين الصوره انت. ولكن كاينين تبارك الله كاينين الناس دي كومونتير، كاينين الناس غير اللي كتلقاها في قهوه كيعطيك كلام اللي تقدر تستافد منه وهذا. وكاينين الناس كاينين كتلقى مثلا جريده ولا في مقال كتلقى واحد الانسان مثلا كاتب وكي اناليزي وكيحلل وكيعطي الراي ديالو في واحد الحاجه انها ما كانتش في المستوى اللي خصو يكون مزيان بطريقه اللي كاين بعض المرات كتنقد بناء وبرفق كتقرا شي مقال اللي هو كتحس بداك الصحفي راه عيط ليه فلان في التليفون باش يكتبو وانا كان ردي على واحد المقال كان تكتب وتهز باسو ماشي تنتقد ماشي الانتقاد يعني عايرك قال غير الصمطه اللي تحت شلاخ هز باسو وشرح فيه بحال يعني كتحس بها السيد راه غير بان ليه باسو تما صافي وهز واستعمل المصطلحات اللي لا تليق بالمقام ديال بحال واحد كيعايرك في الزنقه الور الا مشيت تعاير في الزنقه اجي للزنقه ومتعايرو مشي تعايرو دونك اما مقال ولا مهنه ديال النقد الفني عندها لغه ديالها عندها اسلوب ديالها وما كيكون فيها واحد النوع ديال التجريح بواحد لامانير الا باش يتعاير تعاير في الزنقه جيو للزنقه ونتعايرو ونرد عليك بلا مانير باش غادي نتعاير ديال الزنقه. الور انا كان عندي واحد رد الفعل ربما انا ما كانش خصني نديرو ولكن خصك يعني شي واحد خصك تجاوبهم واحد الوقيته كنا كنتخباو وكتقول ما تجاوبش الناس كيصحابو مراك مخلوع بشي واحد ولا كيهدك. انا كنقول ديما هاد القضيه ديال خصك تجاوب لا حنا كنحاولوا ماشي كيكونوا انت راضي مثلا على العمل انا راضي 100% يعني انا جميع انا الاعمال اللي قدمت راضي عليهم لانني كنجي للبلاطو وكنقول راني قدمت داك الشيء وخرجت ما في جهدي الوغ الا كان شي خلل ما تحاسبش عليه. دونك انت قبل ما تمثل فيه من يوصلك السيناريو عرفتي الفكره انا راضي داكشي ولكن هذا ولكن انا الرضا ديالي ما كنفرضوش على الناس ما كنفرضش انه خصو يعجبك انت انت مثلا تفرشي في باسو جاك حامض باسو في رمضان من حقك انه يجي حامض ومن حقك تدخل عنده الكوموندير وتقول ليه هذاك الشيء ماشي مشكل عادي انا زعما ما كيضرنيش خاطري ملي كيطلع عندي واحد في كومونتير وكيقول له راه واحد المحتوى ما عجبوش ولا راه ما كيضحكوش باسو زعما لا يفسد في الود قضيه بالنسبه ليا طونكو عندي واحد 10 اخرين ولا 20 ولا الاف عجبهم الحال وبالتالي ما يمكنش ارضاء الناس غايه لا تدرك ما يمكنش تقنع الناس كاملين بواحد العمل طبيعه الحال فني ما يمكنش تقنعهم وبسو انا عارف الاخطاء ديالي وعارف بسو ماشي ديما ضحك في الاعمال اللي قدم ماشي كي كل شيء كان واعر داكشي اللي قدمنا يعني كاين واحد الحيز ديال شي اعمال اللي انا براسي ما راضيش عليهم كاينين دي سكيتش اللي ما راضيش عليهم كاينين هفوات كاينين بس ما يكونش حتى الضغط ديال كنعرفوا ديال الجائحه نبيل قويوي في الكونفينمون خويا باس رجع معك الكونفينمون كيفاش تعاملتي في الكونف كنعرفوا بان الفنانين الحركه عندهم وقفات عيانه شويه وقفات كيفاش تعاملتي في ديك المرحله والله الا كانت فتره اللي ماديا واش مشيتي جاهزه الفنان ماشي الفنان ماشي بوحدو اللي تضر يعني كي كتقول جات ديك الجائحه كلشي خلاص يعني كتقول الفنان بوتيت راه عنده الا قارنتي فنان مع واحد الانسان مسكين خدام في واحد القطاع ولا خدام مثلا في واحد الخدمه اللي عنده الكونتاكت مع الناس والناس ما بقاوش كيخرجوا الله يكون في العوان فتا الفنانة تضروا والناس تضرات بس كأي فنان يعني انا كأي فنان راه ديك الفتره جلسنا في الدار كانت مناسبة باش نجلسوا مع ولادنا نشوفوهم شوية مع العائلة مع الدار هذا حاولت نخدم شي حوايج ولكن ستريس والبسيشيك ما كاينش ما كاينش زعما من الناحية الذهنية ما كورونا قضت لك حتى بسيشيكمو ما بقيتيش ما بقاش عندك ذاك الهاجس دابا راه كورونا سالات وتحلوا المسارح 50% ديك الرغبة حيلا قلتي باقا تبلوكات في ديك الوقيتة تبلوكات لأن أنا غير البارحة رجعت باش نقرا الشو ديالي ما قدرتش نقرا عندي شاو مكتوب يلا دوزت 5 العروض ولا 6 ديال هوليوود سمايل والله ما قدرتش نقراه علاش كيجيك بحال الا صافي اوت ديت صافي بحال الا فات عليه الزمان هذا عامين باش درتيه ما بقاش عندك الشغف ما بقاش واخا الناس ما سمعوش داك الشيء ولكن عندك انت قدام عندك في الدماغ طبيعه الحال وانا كنت كنقرا فيك نقول واش هذا الحموضه اش هذا سير 2019 داك الشيء بحال قلتي
كورونا والحاله المرضيه اللي داز منها الانسان بدلات الحياه، ولكن هذا دائما باش الانسان غالبا خص كما كيقولوا تغلب على راسه وتغلب على ديك المرحله. بس غنبقاو ديما في الكوفيد وعاودينا على ولكن نبقاو بطريقه زوينه، نبقاو بطريقه زوينه، غنمشيو نهضروا على باسو الزوج وباسو الاب. طيب شي شويه في الكوفيد راه هي اللي خصها تطرح هذا السؤال، غيطرحوا هذاك راس طن، غيطرحوا زكريا هذا السؤال هذا، هو ما كرهش يخرج معاك دابا يبقى معاك حتى لوحده هذا الليل. خالي بس شنو هما الحوايج اللي اكتشفتي من خلال المده ديالك كامله وانت مريح في الدار مع الزوجه ديالك؟ في الجم في الدار طيب شي شويه شقيتي تحرشتي؟ اكتشفت على الماء فين كانوا كيتحطوا، لان الراجل وخا ساكن في دار كتمشي للمراه عاشق فهمتيني، ديك مثلا شي عاشق من نوع ديك العاشق الضيره اللي غتشرب بها الحرير ما تعرفش مادام فين كتحطهم. اولا بعدا لوكاليزينا الماء ديالنا فين كاينين، حسبنا شحال عندنا الى تازمات ومشات شي حاجه، عرفنا المواقع ديال الدار. انا عزيز عليا الطياب، عزيز عليا الكوزينه، وحتى في ستوري راه كتشوفوا بعض المرات كنبارطاجي، دونك حتى في رمضان كنعاون، زعما ماشي كنعاون، كنقدر نغسل الماء نطيب واحد الاكله اللي هي برانسيبال، نطيب الحوت ولا نطيب طاجين ولا نطيب ديك تشوفوا شتو ديك النهار طيب واحد الحوت وبين داكشي ديال المطبخ الملغاشي الحوت الملغاشي هذه راه خصك تكون مناسب مع احمد باش تقولها الله يلا الملغاشي شي واحد البلا ما فهمت فيه والو صافي دوز طوري ولا حيد واحد النهار برجيت لهم قلت لهم القشور ديال الليمون اش كنديروا به مش عارف بحال ماك بعدا كتوحل كت حنا العيالات ديما لحنا كاي سلاح بارفوا كيكونوا شي وحدين ناس 20 يوتيوب تلقى فيديو فيه 20 دقيقه كيقول لك قشور الليمون شنو تقدر دير به في الاخر كيلاه وكتلقى شي فيه مليون ديال مليون مغربي ما عارفاش القشور ديال الليمون شنو تقدر دير به. شنو هما لي بلايست تقولك في الكونفينمون؟ كنطيب طاجين مزيان، طاجين ما جربتي شي حاجه جديده؟ هادو دابا باين طاجين كنتي قبل الكونفينمون، طاجين انت كنطيب طاجين هاد الشيء ديال القطاني ماشي في رمضان بحال اللوبيا كنطيب داكشي مزيان. ما شتيتي شويه للحلويات؟ ما عندك شويه مع الحلويات؟ سوشي لا سوشي الطيله كدير الطيله السوشي راه تكون سميتك ناواتسي باش يلاه باش دور داك الروز راه السوشي ما عرفتش كيفاش صدق المغاربه باش حنا الحاجه اللي فيها التعطال شويه كتجي دونك غير هادشي ما كاينش زعما لا باتيسري غير شويه. بس الاب عندي واحد العلاقه متعلق بزاف بالاطفال يعني لواحد الدرجه فايته القياس ولادي كنحاول ندوز معاهم اكبر وقت قبل ما يطيح الظلام نكون في الدار لانهم كينعسوا مع قبل التسعود فخصني لان الا ما دخلتش قبل التسعود ما كيبغيوش ينعسوا الأم ديالهم. شنو الحوايج باسو اللي كتحاول انك ترسخهم في وليداتك؟ ولادي اولا بعدا كنبغيهم كنحاول يعني نضحي معاهم يعني حتى الحوايج بارفو اللي ما نقدرش عليهم ولكن كنحس بهم بغاوها تحاول ديرها كنحاول نديرها لان ديك الطفوله عشتها انا وكنت باغي فيها شي حوايج كنت باغي فيها غير بيكالا ولقيت ان الوسط ان الوالد ديالي ما قدرش يشريها ليا وبقات فيك انت كتعوض داك الور كتقول هذيك أن ما يترسخ عند الطفل علاقته بوالديه هي ديك 10 سنين الأولى اللي بغى يدير شي حاجة مع ولادو يديرها حتى في التربية ديالهم في المانير باش كيتكلموا الاحترام والأدب والتعلم والتأدب والصلاة وهذا واحترام الآخر واحترام الكبير راه في ديك 10 سنين 12 عام الأولى جاش بارفوا آباء مساكن كيمشي يتقاتل مع الزمن وكيهمل كيقولوا بلاتي التزيان عندي الوقت وعاد نهتم بالولاد اللي كيوصلوا الولاد 12 15 عام الولاد كبروا ما عطيتيهمش ذاك الاهتمام اللي كانوا اهتمام حتى اللي ما عندوش الوقت الفلوس ماديا يعطيهم غير الوقت صح. الوقت غير عطيه الوقت وعلموا انه تخرج بارفو الدري انا بعض المرات كتكون عندك امكانيه تشري ليه مثلا لعبه ب 200 درهم ولكن كتدي لبلاصه كتقول لي لا هذيك ديال 70 درهم حيتاش عنديها 70 درهم كتعلموا انه عندك غير القدره تشري هذيك ديال 70 درهم يعني حتى اللي ما عندوش الفلوس حيتاش والدينا ما كانوش عندهم الفلوس بصح ولكن كان عندهم الحنان وكان عندهم الاهتمام وكانت والله الوالده كان عندي جداتي كانت كتجبد واحد الصنيديقه وكتحك دوك 4 دريالات و10 دريالات وباقي عاقل عليها كتحك غير 10 دريال كتحيد منها داك الصدى وكتعطيها ليك وكتمشي تحكها مع داك السمخ وهذا وتحيد لها داك الصدى وكتكون عندها القيمه باش تمشي تشري بها داك الفانيد اللي كيتجبد كانت عندها داك الزيف اللي العقده العقده وكتستص ريال فباقي دابا في المخيله ديالك كتعقل على دوك لي مومون وبالتالي فالاب حتى اللي ماديا ما عندوش غير الوقت فكان حرص ان الوقت صافي كتوصل الليل ما كنبغيش نبقى في القهوه ولا نجلس مع اولادي نراجع معاهم
نقرا معاهم نجلس معاهم نلعب معاهم ندوز معاهم لان كما قلت لك في الطفوله ديالي ما كانش ما عنديش انا تمنيت نكون مصاحب مع الوالد ديالي ومع نجلس مع الوالد حداه ونناقشوا ونعنقوا داكشي ما نقدرش ندير داكشي مع الوالد انا كانوا حدود في هذيك الحدود حدود. هو الوالد براسي كان كيتطرب من عند جدي وانا باقي وداكشي ما يقدرش يتبدل هو براسو الا دار فما كانش انستغرام يقرا دونك دابا كتحاول تبقى مصاحب انت ولادك تكون صحاب الناس يتصاحبوا مع ولادهم مهمه جدا ماشي مهمه واولويه اولويه خاصك تكون قريب ليهم وكيبحال الولد تيبحال قد الدور علاش تصاحب منك لا لا خصك تصاحب معاه والله الا تصاحب راه كنعرف عائلات والناس واحلين مع اولادهم دابا حيتاش ما مصاحبينش معاهم وكيكون كان عندهم الامكانيات وكيقدروا تخيل عافاك تخيل هذا ولدك ما كتصاحب معاه هذا هو اللي كانوا كيضحكوا معاه في الصغر كيقول لي لقيناك حدا الباب ودخلناك وربيناك وما غاديين نجيبوه ولا حنا ردوا هذاك ساهل قدروا كتخيلوا ساكن في سطح بواحد كيكريو ليه حاطينه حدا الحمام ياك هو وراك لا لا واحد لا لا كنضحك الحمام جات زوينه الله يلا الحمام هذيك فيها المعيور دونك فاهم حاجه في التربيه هي هي الناس اننا كاينين بزاف ديال التجارب عشتهم انا بحكم بحكم الدراسه بحكم الكونتاكت بحكم كنقرا كنراجع مع الدراري ايامات البكالوريا وايام السيزيام كيجي عندك اب ما كرهش يخسر على ولدو 6000 10000 درهم باش تلقنوا واحد الحاجه ولكن فات عليها الوقت فات عليها الوقت وفات عليها الوقت اللي كان كنت واحد الوقيته تقدر تخسر عليها غير الوقت شحال هادي ودابا ما كرهتيش تحط عليها الفلوس ولكن ما يقدرش داك الدري كتسبع بصح واخا ندير واحد البوز ندير واحد البوز مع باسو وشي جوج اغاني اغنيه تهديها للزوجه ديالك المدام ياك واغنيه للوليدات دونك هي عزيزه عليها اسماء المنور شي ديسك هي كما كان ديرها الحب ديرها الحب ديرها الحب ولادي ماشي رجوله باش زكريا كيبغيها اهداء لزكريا هذه ماشي كنغني النبيل كنقول هذه ماشي الدريه خسرت الدريه هي عارفه حنايا بغينا هو الدريه وما الدريه كيختاروا انا وياك دراري وباس وضيف الدريه بينا مزيان عرفتي راه باس هو اللي ضيف ولي تيختار برافو عليك والاخرى لمن الوليدات الوليدات عمران وإناس عزيز عليهم واحد الديسك ديال الفناير ديالك ديال نعم لا لا ماشي نعم بالعكس لا ماشي ديال البيئه لا الشايب اش الشايب لا واش الشايب راه خصك يد الحنا سيري لا 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 هو لا العام قول مالي ونقول قول مالي قول مالي قول مالي قول مالي شكرا الحموده داري لا لا قول مالي دونك نقول مالي عزيز على عمران واسماء المنور اوكي اسماء المنور نشدو فيهم السون على اذاعه ام اف ام وراجع لك سون الجمعة السبت والحد مع الخمسة ديال العشية موسقين باحكين وشادين السون على ام اف ام وحنا مازالين شادين السون على اذاعة ام اف ام باقين شادين السون مع الضيف ديالنا باسو باسو اخويا اللي منور البلاطو تبارك الله تبارك الله الرصيد المعرفي والكوميديا زكريا تا هو منور سير الله يكبر بيك لا لا ضروري من زكريا في الحلقات بحال هكا ضروري من هذا ولا لا مريم تا هي ربي يخليك والله الا كلكم والله باسو خويا كيسهم والله الا كيسهم زعما بس ترجمها ضروري نترجموا لك ما تقراش اخويا انت قاري قاري والله شوف سي شوف والله الا برافو عليكم الله يحفظكم امبيونس زوينه والله اخويا انت والله برافو عليك ما شاء الله شوف امبيونس زوينه وانا مرتاح وانا معك الله يحفظك الشيء اللي كاين بس وصلنا لواحد التشالنج ديال ثلاثه من الحاجه كنسولوك بالزربه خصك تجاوبنا بالزربه جاوبتيش كتاكل شي حاجه لا ماشي دابا ما ناكلوش كاينه شي حاجه ديال ياك كاين لفت كاين عصير اللفت ياك عندك مع اللفت شوف وصلوا وسولوا يلا سير الله ماشي مشكل واخا وصل ديك بقيتو نسولو دابا ثلاثه من الحاجه كنسولوك رابي خويا بس ثلاثه البلانات ولا المواقف ضروري ديرهم لعشرينك في كل خرجه في قهوه في اي بلاصه عاد كيطيحوا لك ديرهم اليوم في واحد القاعده ديال التصرفيق واخا في القهوه لا ماشي في القهوه ملي كتي اي واحد اي واحد قال في شي وضعيه خص كنت كندير حتى في القسميه بس الدراسه زكريا تصرف شويه و
لا لا زكريا بعيد فهمتيني صدق الكادري صدق شاد لينا شارع الجيش الملكي من الجهه الاخرى دونك تباسو صرفقو زعما مزيان صرفيق بلانات ديال التصرفيق بلانات ديال بنادم ناعس بالليل وكنت كندير واحد البلان قديم ناعس بالليل اش ناعس الى ناعس بنادم خص يحضي راسو معايا اش غيطير اش عليه فتيله في رجلي كتبقى في الفتيله خليك في الفتيله كتبقى في الفتيله سورتو زكريا بقى خليك في الفتيله ماشي سالها يا بي صافي والبلان اخر كنت كنا كنديروه ايامات كوميديا سي كو ملي كيجي شي واحد باقي جديد كانوا ديما كيقول لي راه بسو مشيني راه مسكون ولا هذا كندير واحد اللعيبه ديال ورملي كنصرف فقره مسكون جالس والله العلي العظيم كيجي بنادم كيتخلع حتى كندير شي حركه ولا كيجي ومن بعد كتدير راه بسو راه كيجي مع شي واحد هذا شي لعيبات دونك هادو من بين البلانات القباح اللي كنا كندير برافو عليك شكرا على هذا العنف مريم راه سولنا عاوتاني على لاباتيسخي ولا شي حاجه ثلاثه الحوايج ما كنعرفش طيبهم ثلاثه ديال الحوايج ضربوك على الشعاف المدام النهار الاول او بيان سور ما يمكنش لا رومانسي ندير رومانسي لا عطي عينيك قديمة ديال الحب تغم عينيك المعايير ديال الجمال ديال بس وكاينين فهمتيني دونك هذا ال سمحوا لي نتعرفوا على المعايير لا ما بغيتش اختاريت اختاريت الله يعايرك اختاريت اختاريت تخلينا تنقول لهم بيني وبينك اختي و بيان سور الناس كتزوج كاين الاصل لان الاصل ماشي شي حاجه بعيده عليك بزاف من ناحيه ديال التركيبه ما يمكنش تمشي لشي وسط اللي فانا ولد تمكروت ولد القريه وهي بنت الباديه النواحي ديال دار القداري كتعرفوا الغرب شويه دار القداري دونك من الناحيه الثقافيه هو وسط من الناحيه الاجتماعيه قريب رغم ثقافيا مختلف ولكن اجتماعيا نفس دونك هذا المعيار الثاني والثالث كتحس بالانسان راه قريب ليك بزاف ديال الحوايج كتبغي فوالا كتبغي الحب اللي كتكون تواضع كيبان لك ومن بعد مع الزواج وكيبانوا شي حوايج زوينين بيان سور هادشي اللي برافو برافو لا لا رومانسي يا خويا عندك شوف بس سوق ساح وداك الشيء كتدخل الدار شوف لغه اخرى وهضره اخرى داك الشيء كيدخلوا في لي ديتاي اكد لهم قول لهم كان حماق زعما ماشي شي واحد راه قلتي عرفتي اللوين الا حب اللوين 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 شوف ضربتني على الاحمر لان عزيز علينا الاحمر كاين الاحمر خص شي حاجه بالاحمر كاينه خويا بس وثلاثه الحوايج ما نسيتيهمش من عند الجده ديالك من عند الجده هما دوك الفلوس اللي كانت كتعطيني ملي كنت صغير انها كانت كتدفع عليا ما ناكلش العصا من عند الواليد والعمام ديالي ان انا كنت انا هو مدلة. انا كاع العمام والواليد فيا فين تعلموا ويصرفقوا داك الشيء انا كنت الاول واحد تزاد في الدار هو انا كاع الصخره والتصرفيق كاع كلهم تعلموا فيا تعلموا فيا الاوامر فكانت جدتي كانت هي اللي وكان بيان سور النهار اللي ودعت فيه حياة نهار 8 رمضان وكان اول عام كنمشي فيه لاقادير ومشيت بثلاث ايام وعيطوا لي قالوا لي هذا ورجعت قلت لهم ما يمكنش ما نرجعش باش نحضر وهذا الله يرحمه دونك هذو من بين ثلاثه الحوايج هذا واللي عنده والديه وحتى الجدات كيكون عندهم واحد بطبيعه الحال بركه بزاف خويا باسو ثلاثه ديال الميريكانيين عجبوك في ميريكان ثلاثه ديال واحد الميريكانيين اللي زعما كنت كتلقى معاهم راحتك وعلاش ثلاثة الميريكان طلبة لا في ميريكان ماشي بالضرورة تلاقيتهم تقدر تكون تلاقيتهم ولا طلبة دونك كيعجبوني جوج ديال الستاند اب كوميديانز جورج كارلين مات في 2008 وكاين ديف شابيل وكاين واحد طالب في سكيد مور سميتو كريستوفر كان صديق عزيز بزاف وكان من بين الطلبة اللي مدوا ليا يد العون بزاف تمايا لا في لانستالاسيون لا في السكنه لا في وكان ديما كي يعني لان المدينه كانت صعيب باش لان في ميريكان صعيب ماشي بحال حنا المغاربه تقدر تمشي لوجده دابا تصاحب مع النص ديال وجده وترجع العام الجاي تقدر ترجع لوجده عندك فين تبات فين تاكل مع من تقاوى تما لا ما كاينش هاد لاسبي سوسيال تقدر دوز عام في ميريكان وغير باش تدوي مع الواحد ولا باش تاخذ معاه قهوه ماشي بحال ماشي مكنزين كلتشر كيما كيقول لك الثقافه واللغه لا تلام ما يمكنش تقول واحد اللغه احسن من الاخرى ولا واحد الثقافه خصهم الناس تربوا على هكا كاين عندهم كيما ديك سميتها كيفاش حدوديه الفردانيه العزله يقدر يخرج بوحدو ويريح بوحدو ياكل بوحدو يسكن بوحدو يدير بوحدو
without proud زعما. وهذا الا بغيتي تمشي عنده خصك. هذا راه كان صاحبي واحد المره مشيت عنده الحي باش نوريه شي لعيبات نخدموهم اونصومبل. قال لي اسمح لي عندي مكالمه من هنا نص ساعه ما نقدرش نجلس معك. علاش كيعجبك حتى زكريا راه كيخرج بوحدو كيدير كلشي ولكن توحد هذاك زكريا ماشي امريكان. داك الشيء علاش كيعجبهم الجولف كتلعبها بوحدك التينيس باسكيت كاع خمسه زعما بارك خمسه بارك الدراري حنايا العاب القيوة 11 مظاهرة القيوة 29 ما كنجيبو حتى ميدالية وكنرجع لا مظاهرة المهم غادي تخرج مظاهرة كدافع على شي حاجة وانت ما فراسكش زكريا خويا باسو ثلاثة الحوايج ضروري ديرهم فاش تهبط لزاكورة. أول حاجة الكرة فداك التيران فداك التيران كبير 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 كرة ضروري أول حاجة نقدر نقول لك كنلعب الكرة يوميا مع الدراري تما هذه هي اش كتضرب في رجليك باش كتلعب كور واه ماشي راه ماشي عارف تضرب في رجليك راه حطها حطها ضروري زعما اللبسه 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 كناخذ ما كنديش معايا اللبسه كاع ديال الكره من هنا كاينين كاينين التونيات ديال الفرقه وكناخذ الصباط ديال ولد عمي الجلالي اللي كيلعب الكره حتى هو عنده هذا كيلبس 42 بحالي ماشي بزاف ماشي بزاف وكان كان دونك كاين الكره نتوما كيوت في اللباس ديال الرجلين عندنا حنا اللوينين كيوت 42 راه عادي قلت لها 45 في تيران 47 واحد خويا كيلبس واحد خويا كيلبس 47 ما شاء الله 47 في رجلو في جوج ولا في لا لا 46 47 واش في وجهه ولا في رجليه لا لا في رجلي دونك كاينه الكره وكيعفط بحالنا واش كيعفط حتى هو ولا كتسمع كتسمع تقدر تسمعو جاي من واش هي فاش كي فاش الحسيمه واش هو هو كيقول خرج من بوسكو تقدر تسمعو واش كان الحسيمه في 2004 واش مالو تقدر تعرف انت في المعارف تقدر تعرف واش جاي من بوسكو راه خايف غير بالله اي صافي سمعتاش كيقولوا ما كيطلعش في الدروج ما كاين شي واحد دابا مطلعين انتم على شي واحد وانا قلت والله يا خويا والله الا خويا تبارك الله كلشي طويل يدو طويله رجليه طوال الحمد لله الحمد لله الله يزول صافي خليك تما سير على سير ايش الكره اخويا الكره والزياره ديال الاهل العائله ضروري صلة الرحيم الخالات هنا والعمات والجدات اكسيتيرا والحاجه الثالثه شنو هي الحاجه الثالثه خصك تمشي للفخار المعمل ديال الفخار ضرب دويره مع هذا دونك هادشي اللي سير سيشا اوكي ثلاثه الحوايج ديرهم قبل ما تفيق من الناس ثلاثه الحوايج دير قبل ما دير كي غدير تلقاهم ثلاثه الحوايج كديرهم قبل ما تفيق من الناس وكان تقلب سير الله الحل عيني بس ثلاثه ديال الحوايج تيبانوا لك في عمران وفي ايناس وهري الحمد لله كاينه كاين 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 كاينه تربيه بفضل الام ديالهم تي كيحترموا الاخر كيمشيو عند الضياف كيسمعوا الهضره الحاجه الاخرى ما كيستعملوش الالكترونيات بزاف اه مزيان هاد القضيه منع عليهم دونك منع عليهم كاع التوسكي حاجه الكترونيه ولا انا دابا الطابليت نقدر نقول لك مره واحده اللي تشرات ومن بعد ضربوا عليها وتهرسات وتحيدات لهم بالتالي الوالدين راه ماشي كدير بليزير في ولدك ملي كتشري ليه بورطابل ولا طابليت راك كتعطيه الجحيم بالصح عارف ديكا ديال الناس واحلين دابا مع ولادهم داكشي دونك هادو من بين الحوايج الزوينين اللي هذا والحمد لله في الدراسه ديالهم غاديين مزيان كتجلس مع الاساتذه ديالهم والناس اللي كيقريوهم كاين الديسيبلين كاينه القرايه كاين دونك هادو حوايج زوينين كيفرحوا اي واحد برافو عليك برافو عليك بس سؤال الاخر في التشالنج دابا حنا غادي نمشيو لزاكورة عطينا ثلاثه المناسبات اللي نمشيو فيهم لزاكورة الربيع الجو كيكون زويوان وما كتكونش ديك الحراره بزاف وكتكون الخضوريه الا تلاقيتو مع الخيرات وطاحت الشتاء وداك الشيء كتكون وقيته زوينه تلاح كاين تلاح كاين كل شيء دونك الوقيته ديال الربيع الوقيته ديال العرسات العرسات الا عرضك شي واحد العرس ديال زاكورة هذه اكسبيريونس اللي ما خصكش تزقلها صح كاين طقوس خاصه كاين طقوس كاينه لا كونتيتي ديال الناس اللي كتجي كاين الاحتفاليه كاين الناس تما من البساطه من امور بسيطه كيخلقوا السعاده وكاين الفولكلور وكاين هذا كاين يعني الانسان يمشي يشوف دوك ما كيكونش عرس مهرجان هذا كيكون فيستيفال فيستيفال دونك العرس الربيع والعيد الكبير العيد الكبير العيد الكبير انا دابا انا عمري دوزت العيد الكبير في كاع الاعياد كندوزهم في زاكورة علاش قربنا قربنا انا نعطيك غير ابسط حاجه المصلى اللي كنصليو فيها حنا في تمكروت كاينه تقريبا واحد المصلى كتجي واحد 300 400 ديال الناس تصلي ما شاء الله كتسلم عليهم كاملين
واو 300 واه اه نقدر نقول لك كتسلم على الناس كاين يعني ملي كتسالي المصلى كيبقاو الناس ساعه ونص ساعتين حدا المصلى. دابا المصلى مثلا كتصلى مع السبعه لان الصاد كتصلى مع السبعه يعني نقدر نقول لك 9 ونص الناس راه باقين في الجوار ديال المصلى باقين كيحضروا ديك الذبيحه كيذبح الامام العيد ديالو والناس كيتسالموا مع بعضياتهم وكيكونوا جوقات. الجوقه الاولى كتبدا من واحد حدا واحد مول الحانوت كيتجمعوا الناس كيتصوروا كيتلاقاو يعني كتقدر تشوف الناس اللي ما شفتيهمش هادي عام كتشوفهم في ديك الوقيته ديال الساعتين كتسالموا كاملين كيتسالم يعني كلشي كيتسالم مع كلشي حتى كيفرح الحولي كيقول ما تفرحش حتى ماشي كيفرح. ومن بعد كتمشي لواحد البلاصه اخرى اللي كنسميوها حنا الساحه ديال المعمل كنتلاقاو عاوتاني جروب اخر كيتجمعوا وكيتلاقاو كاين اللي كيجيبوا كاع هذا وكيلعبوا ودربوا كاع وهذا وكيشطوا مع راسهم وكيدوروا كيدوروا رباعات. دابا انت وال20 ديالك 21 30 واحد كتمشيو كتخاطروا كتمشيو تكبوا على شي صاحبكم وكتمشي خصو يحط لكم الحلوه خصو يحط اتاي خصو يحط العصير وكتمشي وعند واحد اخر وكيكون بحال الا قلتي تشالنج داكشي اللي حط هذا ما خصوش يحطوا الاخر هذا كيجيب المناض هذا كيجيب ديك طاسابون داك العصير ديال التمر. شوف كتكون اجواء اللي ميمكنش تصابونت عصير التمر عصير التمر كيتسمى تصابونت كيكون بالتمر بالتمر كيتقاد التمر والاعشاب وكتدار واحد اللعيبه كتسمى الخميره ديال التمر كيتصاوب بهذاك العصير وضروري ميمكنش تمشي للبلاد وما تشرب خصك هذه اكسبيريونس ديرها ملي تمشي لزاكورا ضرب تصابونت والخبز ديال الشحمه الخبز ديال الشحمه الخبز ديال الشحمه ماشي الشحمه ديال هذا كتطحن وكتقاد وكدير ليها العطريه وكيعمر بها داك الخبز وكتفطر به مع الصباح. واو كتكون خبزه فيها تبارك الله قد رومبو الشهاديه كتبقى تقسم فيها شوف هادو من بين الحوايج الزوينين اللي وبيان سيغ كل منطقه راه عندك من اكدز حتى المحاميد كل منطقه والعادات ديالها عاوتاني والبلايص اللي خصهم يتزاروا ويتشافوا. تحيه لناس زاكوره والله سفير اخويا انت ديال المدينه خويا باسو وي غنمشي لواحد اللعيبه اللي ما دويناش عليها ناطق الغير الرسمي غير رسمي اجبد ما عندك اخويا لا قربنا شويه من الكواليس ديال هذا الكونسيبت هذا كواليس ديالو مريقله مسطيه مع دريسو مهدي وربيع شاجد اللي كنوجه لهم التحيه تحيه لهم راه مساكن يعني كنتعاونوا مع بعضياتنا وصراحه كنشكرهم من هذا المنبر لانهم وفروا لي لو ستوديو في لابوت برودكسيون ديالهم وسي ربيع شاجي حتى هو الامور التقنيه ديالو الاخراج وهذا حتى هو موفرها كيفي داك الكونسيبت بحال الا جينا نديروا التقييم ليه بحال الا كي الدراري معاونين معايا والامبيونس كدوز كلها ضحك كلها ضحك كنبريباريو بيان سور الحلقات مجموعين الاسئله واللي غيتطرحوا واللي غتقاد وداكشي ومن بعد كيبان بيرسوناج وانت كتلعب انا ما كرهتش كون قلت لي ديك الدخله عاد كملت لي تحيه لجميع المنابر الصحفيه اللي كتطبل المشروع ديالنا ولا عزاء الحاقدين. السؤال الاول السؤال الاول طرحناه دابا كمل بالاجابه ديالك الور نطق غير رسمي بحال قلتي واحد الحلم عندي بالنسبه لي انا نديرو لان دائما كما قلتي الفكاهه ملي بديتها وانا صغير بديتها بهذا الساركازم السياسي كنتصنت للسلوسي كنتصنت يعني امور اللي بدات في الصغر بحكم المنطقه وبحكم بزاف ديال الحوايج اللي هما محرومين منها وهذا وإلا قلت لك الوالده عزيز عليها الناطق غير رسمي وعزيزه عليها الكوميديا السياسيه زعما الوالده ديالي ان واحد المرحله كانت مريضه وكانت كتجي حتى لكازا باش دوز دوك التحاليل ديال السكر والمرض وداك الشيء وكان داك البعد ودوك الكيران اللي كانت كتضرب بقى فيها الحال كتقول زعما هذه المنطقه علاش اللي ما يكونش فيها هذا الشيء وعلاش كنسافروا بزاف باش نجيو للسونتر ديال المغرب وحتى هي عندها هذا الحس اللي كتشوف كدوي على السبيطار ولا على الصحه كيعجبها الحال كتحس براسها كدوي عليها كدوي على شي حاجه واحد المعاناه اللي دوزاتها ولا عاش من بعد الناس كيطرحوا اسئله واش انت ما كتخافش كدير هذا الشيء واش هذا هو السؤال اللي بغينا لا العكس عكس ما انا كنقول لك شي راه ماشي جرأه باقي ما وصلناش لمرحله الجرأه شي داك الشيء اللي كيتقال في النطق غير رسمي عادي بالنسبه ليا باقي يعني نقول الجرأه بوتيتخ الجرأه تقدر تكون عند شي واحد اخر اللي تكون عنده نيت الكبده باش يقول لي شي حوايج اللي خصهم يتقالوا اكثر من داك الشيء ولا يسمي كاع هو ما عندوش ولا يسمي ويقول انا ما كان بيان سور ما كنسميش انا كنحاول ما امكن كنجوي كتلمح وكتجوي على قطاع ما كتجبيش شخص معين غير يا الجرأه يمكن كانت في الوقيته اللي دار يعني الكونسيبت فقريب الانتخابات وهذه ما خايفش تعرض للانتقادات عاوتاني في الناحيه هذه لا العكس العكس زعما انا شخصيا زعما كنجوي معاكم زعما راك عارف مع لغات الخشاب ولا نقول لك اللي كاين عمري زعما تلاقي شي اتصال ولا شي كومونتير من عند شي واحد وهذاك المحتوى كيتفرجوا فيه ناس سياسيين اللي انا كنعرفهم وكنتلاقاهم وتلاقيت مع ناس اللي قلت بوتيت غير برصتهم هاد الا تلاقيت مع اوجه سياسيه
مغربيه لا داعي لذكر الاسماء وقلت بوتيت غير برصدهم وغيشوفوني غيتغاضى فايد بهم كيسلموا عليك ويقولوا براو داك الشيء زوين علاش لان يعني ملي كتجي على واحد المحتوى فيه الكره شكون اللي غيتفرج فيك الكويريه الكويريه فهمتي هذا واحد المحتوى فيه الفن ولا الصحافه خصوصا كيتفرج يتفرجوا انتوا راه كتجيو الدراري واحد المحتوى فيه الكره يتفرجوا فيك الكويريه واحد المحتوى فيه الصحافه ولا الطب كيتفرجوا فيك الطب ويتفرجوا فداك المحتوى هو سياسي محض فاي واحد عنده إلمان بالسياسه ولا فايت ليه كان ناطق ولا فايت ليه هذا ولا وزير ولا مسؤول كيتفرج في داك المحتوى رد الفعل ديالو الله اعلم كيف ما عرفتش كي غيكون ولكن انا كنقول هذا واحد النوع ديال الكوميديا اللي عزيزه عليا ولا ابتغي بها زعما البوز ولا الشهره ولا هو نوع كدافع واحد النوع كنديرو خصو يكون عندنا انماط فكاهيه كثيره ومختلفه وهذا واحد النوع اللي خصو يكون باش كتنوع داك الكوميدي مازال غتكمل زعما راه ماشي وقف غير حيتاش كنت في واحد التورناج مع الهام العالمي في الرباط وقف مي باقي الناطق غير ان شاء الله حنا معاهم تنتشجعوا العشاء ان شاء الله تشدوا العشاء زعما اختيار موسيقي خويا بس اختيار اخر دير حاتم عمور بلا عنوان جدو بس على اذاعه ام اف ام وراجعي العز كيهمنا تشدوا معنا السون في الموضوع كوكو ايكيب ستون مغرب كله مستوني شد ستون مستوني صفتوا لنا فوكال واتساب على الرقم 06-08-300-301 ستوني على ام اف ام هذا مازال معكم على اذاعه ام اف ام ومازال نشد انا غنمشي الدرين هو مازال لا 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 مازال نشد الصون مع مازال مازال ناطق 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 الدرين بغينا التلال لباس تشالنج دابا تشالنج ديال القديكس فهاد تشالنج غادي يكون ما بينك نورمالمون كيكون ما بينك انت وما بين مريم كنقولوا كلمه وشكون فيكم اللي غير القديكس ولكن فهاد الحلقه غادي تكون فرقه اوكي غادي يلتحق بك الزميل زكريا قدور تعاون معايا اجي زكريا هذاك خصو يلتحق بيا من شحال اجي وانت غادي تكوني دراري ديما كتعطيوني البنات جوج جاستن بيبر انا وياك كنتنافسوا ولا كنتنافسوا معاهم عطيني الوليات زيد احسن لك الشهر مزيان اوكي فهاد تشالنج دابا نتوما فرقه هنا وفرقه هنا يعني غادي تعطوهم كلمه وخصهم يلقاوها في شي اغنيه وهما كذلك يعطوكم كلمه وخصكم تلقاوها في شي اغنيه لا يوصل ثلاثه الاول هو اللي كيكون ربح اوكي اوكي خليوا الميكرو بيناتكم غادي نبداو مع الضيف ديالنا وما اللي يعطيكم كلمه مرحبا زكريا عافاك خويا بعدا عطينا التيم تيم 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 هي المص لا 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 خليه لينا هشام خلينا لا لا يمشيو لنا والله يديك والله يديك هشام محدد هنا كاين فرق ما كاينش فرق الله يديك هشام اه اسكت هو كاين تيم كاين الموسيقى الفولكلوريه غنبقاو في المغرب سهل فيها الشعبي فيها فهمتي اي منطقه فولكلوريا تشالنج تشالنج سير نبداو سير استاذ بداو غير كلمه بحال مثلا الخبز خبز الدار ياكلو البراني اوكي فهمتي مثلا جمالي مالهم لقينا الديسك كاينه هذه الكلمه ها لا صافي اليوم الوقت ناقش معايا يلا سير بخير الحمد لله باقي ساكن في لا يعني واحد انا تقريبا يلا جمالي يا وجمالي وانا كيتحفظ ما كاينش ما كاينش ما سير قول لنا الديسك اللي فيه جمالي في ديك بمالي بقري وجمالي عود ام اللي ليلى يا نايا الله لي حسنا ويا ليلى حسنا ويا زهرتي هادي زعما عادي كاين ولا لا كاين فخور بك شعبي شعبي محمد مرحبا يا لالا مرحبا يا سيدي فين هو محمد مازال جاي خرجنا نقلبوا على محمد فين هو محمد خويا محمد اخويا ما هادشي ديال ما كاينش بلاتي خلينا تيكون لنا الفارس على الوقت وما ما يضغطوش علينا كاين فراس مريم انا والله الا حك كامل الوقت زعما سال الوقت سال الوقت قولي مدى وقيقيت النت أم محمد عندي أمين وزن دغارس أدرار شربي لواتي أمي لالا أمي لالا مرحبا يا لالا مرحبا يا سيدي وفين هو محمد ما لقيتش محمد تتلف لك محمد كي جيت كينا محمد سيري لنا تيدي محمد سيري لنا على الدراري فهمتي الواد
والواد وادي يا سيدي والواد وادي محسوبة غيوان برافو 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 بكي مبابي تحية لمبابي 1-0 مبابي وسيرو قولوا لي سيرا احنا قولي راه خدامير في مكتب الضغط ولا مارتش باش يجيبوا لنا السميات دابا حيتاش انت ما قادرش تهز البارة مع لوز يلا لوز 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 اشبقاي في الان هذا لوز امني ندوز تنتر المروخه باللوز لا ايش لا 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 كثرتوا عليه لا كثرتوا عليه كاين لا لا فور كلور او على فور كلور ستاتي بالكلوس او ستاتي تضارب خميس واخويا هشام واخويا هشام والناس كتبوا على الميتين واخا قولي كتبوا على 300 اقتاش من راه ستاتي راه الشعبي راه الغرب او تي الشعبي تا هو بغا تخرجي من الفند حاجه ديالو ودادنا فيها اللوز عويد اللوز شي حاجه بحال ما عويد اللوز عويد اللوز شي حاجه بحال ما ولكن شي حاجه بحال ما الا كان اللحن قريب راه غتفهم عارف اللون سلاتون دال اللوز دواتا يولا العين دواتا السلام عليكم سيرال عطاهم كلهم انا دايما 1-0 فرح لا جوج لا 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 جاوبت على كلمه واحده هي اللي قالوا لكم تاع الواد واد يا سيدي وهادي دابا ما عجبتكش راه انت اللي عطيتي الكلمه انا الحكم بس وكيقلب بس وما تمشيش فهمتي خليك هنا معانا لا 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 غرق غرق ياكم ما حققتش غرق عطي انا اللوز اللوز جبتو توقيت الكاسكروت خليونا في هادشي ديال البسطيلال طاهر ديك الاغنيه ديال مولاي الطاهر قول كاين واحد الاغنيه على الطاهر الدغمي مولاي الطاهر شي حاجه الطاهر الفار يلا الوقت خلينا نفكر وريح ما كمل كمل هو رانا كنشوف حمود مولاي الطاهر فولكلور عيطه ومولاي الطاهر تي تاكلي وتشربي وانا حرج عليا هذه صحيحه صحيحة برافو زكريا برافو زكريا والله فيقي معنا شويه فيقي معنا انت راه ما درتي والو زعما باش فولكلور شنو تفكر ما نبغيك ما نبغيك يلا فالفولكلور غير يعرفها غير يعرفها الشيت كاني ما نبغيك دق دق السيقاني كاني ما نبغيك وكاني ما نبغيك وكاني ما نبغيك وكاني ما نبغيك وكاني ما نبغيك دق دق السيقاني كاني ما نبغيك فرحانة اوكي برافو برافو هدف رائع وسجله باسو 1-1 1-1 باسو غلالة سهل الوقت قول جيت نخطب بغلالة جبرت في الخطبة دايقة قديه مكيانة وغناك عراس ويقة ويقرا ويقة ويقرا ويقة 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 ويقرا ويقة وبنات الدهر يغيبوا عليهم ملاقي دايقة والبو يفتح صندوقه يجبر فيه سويقة ويقة هذه تحية يلا معنا واحد دريم تحية الأيمن أيمن كاين أيمن هي هذه صافي أشي غنبقوا عليهم زوج لواحد الطرب الحساني كنقول لك زوج لواحد صافي ولا غادي يجاوبوا يربحوك فرحانه كتجي زوينه وانت خاسره بغيتي نفكر في واحد الاغنيه زين فكرت انت عطاها كلمه ما كنتش فولكلور الجوري كيقلب على نبيل الجمهور كيسول على نبيل فين هو دابا مواجهه فهمتي فولكلور
فاس راه كاين فاس عندهم فولكلور صافي. اه وي قول لهم الشمس العشيه انا طالع. لا لا تفكر شي حاجه غابره. إميم 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 هي اللي قلت لك قبيله. هي اللي جايه قلت لك قبيله اللي غيعرف ما يعرفوش إميم. عارفك الميكرو طيب هادشي دابا عارف ولكن الكلمات بالضبط اي هذا اي والله ما نقول لهم لا لا ما تقولي انا كنت غلط نقول لهم انا غدي والو 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 خلفتاي خلفتاي يا ابو طبله الجديدي راس زينتاي ابو طبله خلفتاي رباه راه يميم الغور سكر كسر الرزه ما دري غتاي كاينه 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 والله والله ما تصعيبه السيدي ديال حنان وهشام ولكن هشام الصعوبات اللي كنلقاوها كبيرة شوف انا كنهيف هاد جوج فرق مريم وباسو صراحة مازال الدور مرة كي هذاك اللايت ما والو زعما ما كاين الله على مارك اوكي بس قول انت بو تيري ابو تيري عارف انا يا يلا مريم يلا بو تيري بو تيري بو تيري بو تيري بو تيري ترى شريتو تشينسي شحال بو حدوز ميجيش وحدوز ترى ترانسبور في الجنوب سعيد شوف لي انا نبيله انا ضرب لي على نبيله سعيد بو تيري كرينا الصباح بو تيري قال يلا كرينا الصباح بو تيري بو تيري هافل قدرون ندقو سير اخويا بس او اغراس او اغراس او اغراسي بو تيري تيري تاسيني نعم اينا سوريري الحب داخي بعز او هذا حسن 46 ثلاثة لا والله شو اللي عطوه كلمة هالكلمة ولي يما حنا كفر ربي اختاس ولا ولي ربي اختاس ولا ولي برافو فاس تيسونا فودر في اللاسي تنتالي انت تيسونا فودر في اللاسي تنتالي سودا لنسا صميت واتسم مصر في اللاغي سودا لنسا صميت واتسم مصر في اللاغي تصدق تصدم تاقوم غلحنا ولا صميدي تصدات صدم تقوم غلحنا ولا سميدي نبيل شكالي بتازيت نباباش في اللغة كوراي صبري تازيت نباباش في اللغة كوراي أحبابا يغتسو قيت يمي تقر تغي أحبابا يغتسو قيت يمي تقر تغي هذه راه رائعة من روائع ياك قريش لا برافو بس ربحنا رزع بلاص اخويا بغيت تقدم راسي زعما الاسم زكريا قدر المهنة اربيلو وملعب ودي جوج ديال اليورو كوب دي موند شكرا ليا تحياتي لينا بس كاين كاين شكرا اربي الاسمر اجي عندي بس اخويا عندك شويه مع الراب الراب المغربي كنتصنت ليه بزاف ياك شويه زين عليا روان باوك خصوصا انت امريكان لا ماشي خاطر كاع امريكا غير من بكري كان عزيز عليا شكون اللي عندك معاه عندك هو انا نسولك على شي سميتك واش كتعرفهم ولا لا سير حليوه سير انكوني كنعرف ديزيدروس ديزيدروس بيان سيغ وراك كتعرف اصاحبي البيك سي بي كات مورو شكون انا بيك البيك غودزيلا البيك 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 كيعرفو اصاحبي شكون موتشو واخا شي تراك دابا انت اختار لينا شي تراك راب هما راه عارفينهم كلهم صحابك راه التراكات اللي كنت ليهم بموافقة زوج في الراديو دابا المشكل التراك ما غاديش نديرو مورو غودزيلا لا 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 عائلاتنا يا جماعه اش ناخذ شي حاجه اللي تدوز في الراديو اخفي اش سر الاشكال كاين واحد الدري ولد افران زواون يلا بان تبارك الله في قوشين في قوشين في قوشين اه شتو تراك كلين ديالو اي تراك ولا عندك شي تراك ولد افران هو كيخسر طرا لا 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 افران زعما محافظ زواين الدري تبارك الله ما تلاش داكشي كيبقى مع جامعه الاخوين كتهجم تقول شي قارق زويوني هو راه صحيب تويني وان وبوز فلو نديرو ديزي شي حاجه ديال ديزي دروس نديرو ديزي وهاد في كوشين ديزي دروس وفي كوشين اللي بغيتو او كان جدو بهم ستون على اذاعه ام اف ام وراجع لي ولكن بيبي
FM. وباقي جادين الصون على اذاعه ام اف ام دراري التهلال بس فكرتني ربحت معاه في التشالنج اللي فات يلا وصلت لي الفرحه الرابي اوكي غادي نشدو الصون دابا بواحد التشالنج اللي هو اصلا ما عارفوش حتى ليكيب ما عارفهاش عارفها زكريا فهمتي ولي كاين التشالنج حنا عارفين باسو كيتقن اللغه الانجليزيه اوكي دابا بغيناك دير لينا بعدا واحد تيست فهمتي باش بحال جايين نقراو كل واحد فينا قسم غادي تحطو تيست لينا نبيل في لونغري سينابيل هاو ار دوينغ عفاك اسمح لي يس اسمح لي واش نعطي النيفو ديالي ولا الضحك حيت كاين فرق اللي بغيتي عطينا النيفو ديالك بحال هكا المهم خصك تدخل بنادم باش هو تضحك هو في حاجه انه تضحك فهمتي اين اكسون اين اكسون غدو معايا اكسون غراب اكسون مغربيه كيجيب لي اه لا هضر معاه سير اوكي سينابيل هاو ار دوينغ يا ام جود اند يو فاين يا اوكي How are you too? To what? To what extent? Yeah, I'm good here. لا لا كنضحك انت كدوي بلونغ نو نو لا لا والله يعاقب بيا والله يعاقب بيا شوف ديك يوم جود هير ديال شي واحد نايزي زكريا هذا النيفو انا عارف دابا هذا تخزي عندك في كلاس عارف شوف زكريا وري دوين جيد انا في لونغ لي ديرني بحال ما قالش هنا ودوز ليه بصح لا بصح بصح تناقش معايا والو اند يو مريم How are you doing? Good? I'm good. لا لا صافي. لا لا I'm good. عاود تسول زكريا دابا غادي غادي نقول منا. How are you doing? Good? I'm fine. ولا ولا بدل. لا لا زويوني. لا لا تفضل. إذا غنديروا واحد صالون ساهل لأن حيتاش نبيل شوف أنا. اسمح لينا عافاك ما دزتيش لينا لعند. أنا نقول بحالكم I'm fine. لا لا عافاك. سؤال سؤال. دابا التشالنج غادي غادي إصعاب. غتهضر انت ومريم انتوما تهضروا في لونغلي يلا سير ومري ونبيل كيحاول يترجم لينا وقول لنا واش قال لنا داكشي ولا يلا سير الله سيري من عندك مريم سيري هلو مستر باسو مرحبا باسو هاو ار يو دوين اي ام فاين ثانك انت بخير نعم انا بخير صح از ايفري ثين اورايت كل شيء بخير ام فيلينج جود وات يو ثينك اباوت هيومر ان موراكو هذا هيومر ان موراكو از دوين ويل انا جيت بالمغرب كاع ما ذكرنا المغرب سولتنا على شي حاجه سير المترجم لا يعرف الا المغرب واخا كملي خليه غير الفاصل فين ندخل المترجم والله الا كملي هيومر از دوين جود ان موراكو يا ا لوت اوف كوميديان المترجم في المرحاض لا خاص خرج المترجم لا برافو 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 انا بيلت نايزي والله لا تنايزي بالله لا لا نبيل نبيل يهضر نبيل هو اللي يهضر معاه وترجمي لينا نبيل هو اللي يسول سير سير نبيل انا تايق في نبيل مالطا كلها كتعرف نبيل مستر باسو هاو ار يو اي ام فاين ثانك يو وات دو يو دو هير اي ام هير Spending some nice time with you guys. Wow. Very, it's a pleasure. Okay, it's a pleasure yes. To us too, okay? Yeah. So, Basu, مكنتش فاصل الدراري فاصل غنائي هناك مقدم مقدم كنت محرة كينا كينا مونغلي كينا شبعان شو شو بصح بصح كيفاش دابا شي واحد كيسمعنا بزاف الدراري دابا باغي لونغلي اكثر من فرونس شوف ما تكذبش على باسو قول لي الدراري هنا علاش بزاف ديال الدراري هنا الدراري لا لا حيت باسو عنده اكسبيرينس هو غايقول لك ان الدراري كيجيو عندك دراري كتقريهم هذا دونك هي اللغه هي الجميل في الانجليزيه باش نكونوا واضحين الا لاحظتوا اغلبيه المغاربه قراوا لونغلي حتى للسانكيام يعني الناس اللي دازوا في المدرسه العموميه بصح مع ذلك على الاقل كتلقاهم كيجيو بلونغلي احسن من الفرنسيه اللي بداوها من التحضيري ولا بداوها من التالت اللغه الانجليزيه اولا سهله في التعلم ديالها كاين لاكسي الانجليزيه اكثر مما هو يعني لي بلاتفورم فيهم لونغلي بزاف كاين السينما اللي كنتفرجوا فيها حنا امريكيه كنتفرجوا في هذا دونك كاين لاكسي لونغلي كنسمعوها بزاف كتوصلنا بزاف ديال الثقافه من برا كنتصنتوا الاغاني كنتصنتوا يعني بزاف دابا انت براسك كتلقى راسك واخا ما كتجيوش بلونغلي ولكن راه حافظ واحد داك لي روفران الاولين في الاغاني دونك كاين اكسي كاين اكسي يعني انا 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 شخصيا دابا زيرو اغنيه فرنسيه ما عنديش في دماغي مثلا قدرش نشد معاك ولكن اصلا عندهم لابو وام زعما ماشي دونك كاين 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 اكسي كاين اكسي لا كولتور امريكان اكثر من جيني اوكي دابا هادي كاين الاكسيسيبيليتي كيفاش دابا نقدروا نتعلموا لونغلي بسهوله كيفاش نقدروا نتعلموها اولا خص تكون الرغبه
انك يقول لك مثلا من بين الحوايج اللي كتعلم اللي كتسهل علينا التعلم هو يكون شي هدف. حتى دابا كون قلنا لك راه عندك مثلا من هنا لشهر 1 2022 غتخدم في واحد البوست غتبقى تاخذ 10 المليون في الشهر، ولكن خصك تعلم لونغ، غتعلمها ولا لا؟ خويا هذا تعلم النقاش هو باش نهضر بالانجلي، نهضر معاك على الحنه نقيش بالانجلي كاع. فهمتيني؟ دونك خص يكون شي هدف، كيكون واحد الهدف محفز باش تعلم اللغه كتكون اسهل، وكيولي داك لادريلانين مرتفع، وكتولي الرغبه اكثر، بدل ما تدوز ساعتين كتولي تدوز 4 سوايع 5. شوف غير ملي كيقرب شي 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 فرض ولا شي امتحان، حتى الوتيره ديال الحفاظه والوتيره ديال التعلم بالنسبه لك كتولي كتولي اسرع. اما غير جالس وكتقول غنبدا لونغلي وغات هذا، غتكون ديك الرغبه السيمانه الاولى وغتدخل ودير يوتيوب وهذا وتلاقى شي واحد وداك الشيء، ومن بعد ديك الرغبه كيجيو شي حوايج اقوى منها وكتمشي وكتمشي. الور خص يكون شي هدف، خص تربط راسك بشي هدف. الا ما كاينش انت ديرو راسك، انت ديرو راسك ولا تجي من هنا للاخر ديال 2022 خصني يكون كان شحال الوقت كتحتاج تقريبا؟ سي با كيسون كل واحد. ها هي دابا شوف الواحد واشوف هو اوداد زكريا قدور عنده الرغبه هذا السيد زعما عنده الرغبه. انا كنقول الرغبه الا كانت الرغبه عام 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 راه يقدر يجيري كونفرساسيون بلونغلي مخيره ويدير ويقرا لي التكست الصغار ويفهمهم، بس نصحو يبدا يبقى يسمع يدير هادشي ماشي غير يسمع. التعلم كيكون عنده طرق ديالو، ماشي كاع اي واحد كيسمع راه كيتعلم. دونك كنبداو بلا باز، كاين شي حوايج اللي خصنا نتعلمهم كيعاونونا، اللي كنعرفو تو بي كنعرفو تو هاف، اللي كنعرفو دوك لي فيرب اللي كيتستعملوا بزاف، الكونجنكشنز البروبوزيشنز، فين تحط هادي وفين دير هادي، هذوك لي تكنيك راه ماشي جاو داروهم مدرسه، سينو اي واحد راه يجوي صح. دونك انا كنقول لي سونتر راه مهمين، ماشي دابا واحد الفرق بين واحد دخل السونتر وواحد كيتعلم راسو، سي كو السونتر عندك واحد تيوتر، عندك واحد هذا اللي قاري لا ميثودولوجي وقاري البيداغوجيه ديال التعلم، وداك الشيء غير ماشي جاو تحط ناس قراو عليه وداروا دراسات نفسيه ولغويه وهذا وداك الشيء، عاد حطوا هذاك السيستيم. الور باش كنبداو ملي كتدخل كنبداو ديك لي كونفرساسيون الخفاف، كيبداو لك هذا شنو سميتك، بريزونتي راسك، دوك الامور اللي كنستعملوهم في الحياه، عاد من بعد كندوزو هذه الفاكهه الديسير لي ليغوم العيبات هذا طنطان، وكندوزو دوك الحوايج اللي كاينين في الحياه، وكندوزو لا لونغ، كندوزو الافعال لي زادجيكتيف، كندوزو لا لونغ، يعني كتجي بحال قلتي المرحله الثالثه في التعلم، كيفاش كنحطوا واحد الفيرب هنا، كيفاش هنا يعني ضروري دو اس. دونك خص تكون واحد الانستراكشن، خص يكون واحد الانسان حداك اللي فاهم اللغه مزيان باش كيعطيك اون فوا تشد دوك لي زوتيل راه ساهل عليك حتى. علاش حنا كنخافوا من الفرونسي؟ لان دوك لا لونغ ديالها ما شديناهاش مزيان من الصغر، وبالتالي كتخاف كتبغي تجوي كتقول ما عرفتش نقول له شيز ولا لا شيز، ما عرفتش نقول له فيمينا واش هادي ماسكيلان واش هذا، واش كان ليكيب ناسيونال ولا ناسيونال واش هادي. دونك كتولي كتصعب عليك، كون شديتي هذه ديك لي ريغل من الاول كيولي التعلم كيولي اسرع. هذه غير من خلال النظره ديالي والله اعلم، تقدر تكون شي واحد اخر عنده بوز ميوزيكال. قبل ما ندوزو لاخر تشالنج اللي هو السون باللفت ونعرفوا العلاقه ديالك، شنو لفت بالونجلي؟ لفت لفت ما عندهمش لفت، لا كاين لفت قالك انا اللي ما عنديش في دماغي دابا شيكاغو. تبدا من طاطا وانت غادي تتلقى تتلقى سير على ندوزو ليه شي ديسك يكون واحد اختيارك حتى واحد اختيار مريم. سير سبق مريم انا راه اختاريت جيسك بزاف، انا راه سمعتكم غير بالذوق ديالي مريم، تقدر تعطيك حتى اكابيلا الا بغيتي. نسمعوا لو تون لو تون ما ريباري ريان ني كوم افون كيلكان ما ديجا سواني. سمعوا تايك لو تون على اذاعه ام اف ام وراجعين نشدوا السون. MFM. مازالين جادين سون على إذاعة MFM، ودابا وصلنا لآخر تشالنج، تشالنج ستون باللفت. عندك مع اللفت زعما ما كتاكلو كسكسو؟ ماشي بزاف طاجين حتى كتلوحو؟ لا في آخر مرة راه اعتزل والدو. اعتزل من التدريب ولا من اللعب؟ لا من اللعب. واو وصلك الخبر. التدريب مسكين راه ما دربش راه جا الوجده شويه غير جا ضرب الدويره سير على الله شغلهم هذاك. انا ما كنفهمش في الكره اخويا، راه هو مول الكره هو اللي غادي يبداو معاه التشالنج. التشالنج باين كيطرحوا عليك الدراري اسئله، الا قدرتي تجاوبهم كتختار اللي بغيتي يشرب اللفت، انت كتولي الماض، ولكن الا ما جاوبتيش كتشرب اللفت. ما فهمتش اليوم الكاس عامر زعما طارق ناوي ما فهمت باين غنشرب اللفت ياك
اوكي غادي نبداو بالتشالنج ديال نبيل اللي غالبا كيكون رياضي. سير خويا باسوف دو على هشام القروش دا جوج ديال الميداليه الذهبيه في اولمبياد اين نسخه ديال اولمبياد داهم هشام القروش العام اتفكر صح. اتفكر اتفكر 2005 نعطيك اختيارات يعطيك اختيارات واخا واش عاود السؤال بعدا هشام قروش دا جوج ديال الميداليات الذهبيه في واحد النسخه ديال الاولمبياد ديال 3000 وديال 5000 ديال لا ديال 1500 وديال 5000 ديال 1500 وديال 3000 اين دوره دا فيها جوج ديال الميداليات ديال 1500 و 5000 عطاك البلد البلد ورا عطا البلد راه يجي نعطيك اختيارات واخا نعطيك اختيارات واش 96 2000 2004 اشي ديك كتاب التعجب اطلانطا 96 سيدني 2000 سيدني سيد جواب خطا خطا جواب خطا هشام مسكين عيا ما يدير لك في الحاتين 2004 جيبوا لنا قريبا نقدموا لك تقدم السي هشام هذاك هو هذا في الريحه ديال نار الجمعه كنا جايبين الفريز اما ريحه بيبي دافج بسم الله اشهد ما هذه شربة سريعة شرب زين ولا نعم بارك عليك شرب جغمة لا لا غي فسكر ياك ملفت خيب لا ما كاينش عصير ديال يبقى في البحلة بانك لك عب واحد اكتشف كاين واحد لوغو في الاخر كيزمر كتسناوني زعما نشكره راه لفت بحال البديه بحال الاخر اذا ندير مجهود وغادي تجاوب على السؤال ديال زكريا اللي غالبا كيكون ثقافي لا لا نسولو في الثقافه نيت في الميدان الثقافي وغنسولو في الوان مان شو وغنقول لك ديال من سبيكتاكل ديال سوا ديزون سوا ديزون الضيمه ديالي ها؟ عطي اختيارات باش بلي اجمع عطي اختيارات لايت عطي اختيارات سوا ديزون لا عطي اختيارات شي قد المالح لا شي اللي كنشوف كان واحد من ضمن الاختيارات يعني ما ادني ليش نعطي الاختيارات الجواب الصحيح هو كيفا دامز لا هو كيفا دامز كيفا دامز اش غنعطي الاختيارات راه كاين المالح برافو اخويا باس مزموم هاو برافو برافو باس على الروح الرياضية وشكرا نبيل على التعليق الحقيقي وغادي نمشيو للتشالنج ديال مريم اللي غالبا كيكون موسيقي موسيقي غنعطيك واحد الاغنية وغتقولي شكون تيغنيها وشو اختاريتها لك ساهلة كنتمنى انك ما تتاقم سير على صوت اللي كتغني صوتها باين عطيني غير الصوت ديال هادي ما تعطينيش الجروب كامل عطيني الصوت ديال هادي غير الصوت ديال هادي شوف معروفة راه كتبدا بي مزوجة بجي بايونسي لا برافو برافو الميكرو راه والله الا البارح تفرجت واحد الشو ديالها في نتفليكس واعر واعر سوبر ستار ديال سوبر ستار لا لا شو كيفاش كتبريباري دوكيومونتير دوكيومونتير ما يمكنش لا لا واحد الشو ديالها في اتلانتا ولا انا باقي ما شفتوش ولكن شفت الترايلر يمكنش بزاف هي وتجيلو عندهم شي خاطر شكون اللي كتختار يشرب اللفت كيما شرب لا اختيار صعيب حلف نختار زعما واحد فيهم ماشي واحد فينا واحد واحد فيهم واحد فيهم سوا مريم سوا زكريا سوا نبي يبغيشي او دي حشومه زعما ضروري ماشي ضرب نبيل شرب شرب شوف نبيل والله ما زعما الاختيار غير جا هكا ما عذرش بالعكس 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 انا لماذا نحن هنا سؤال صعب سؤال صعب فيك جد ديسكاس فاش كيكدو معاك بالانجلي فيك تل دابا صوتي زعما لك الكاستينغ برافو نبيل بارك عليك اخر تشالنج اللي معايا سؤالي كيكون عباره عن تشالنج هو كتختار حرف من الالف للياء شكون حرف من الالف للياء اين حرف كتختار جيم
الجيم. غادي نهضروا معاك حنا بربعه 45 ثانيه بلا ما تقول الجيم بدلها بشي حرف واخا. ركز ركز حنا عرفناك عيتي شويه الحلقه طويله كانت. لا غير سير. ثلاثه جوج واحد توب كرونو. ارتاحيتي شويه اسمح لينا خير الحمد والله اسمح لينا زعما كنشكروك بزاف. لا لا والله ما كاينش تعب كاع. شتيتي معنا ستون ديال بصح ستون شاد ستون ديال جيتي بكري. منين جيتي؟ بكري من الولفه. من الولفه وانت جاي؟ من الولفه وانا خاف في الطريق. جبدتي علاه؟ واه غير سكز. شوف اعطيني شي ثلاثه المدن كتحلم تمشي لهم في العالم. العالم؟ اه واخا ثلاثه ديال المدن كنحلم نمشي لهم عالم. بودابست. في كاين هذه؟ كاينه في بودابست وشي جديده. جديده المهم ما خصوش يكون في هذاك الحرف. جديده ماشي مشكل. اوكي سنغافور و طوكيو. وجده طوكيو. مشيت ليها طوكيو. حتى هي هذيك اللي مشيت. عطيني فكاهيين مغاربة كاينين على برا كيعجبوك. سال الوقت. برافو باز. يا كاين اختار عاوتاني. انا شربت. شوف انت ولي اللي شربوك. شربت بلي دابا. شرب زكريا. وباه السكر رجع التعب ما كيخليهش يضرب. لا لا ما كتخليهاش اخويا. كاين تكلمتي علينا في هاد الشربة. والله تشرب اشهد اشرب شي مشكوشة. شو والله تيعوم في طربي هذا بالله. شكرا شكرا بزاف خويا محمد باسو كنشكرك بزاف. الله يكرمك والله زعما شكرا من القلب لانك لبيتي الدعوه وكبرتي بينا ورحبتي بينا وفي داركم. كانت عندك اكسبيريونس في شي اذاعه ياك؟ حتي درتي لا راديو كنت هنايا دوزت هنا ياك. دوزت واحد الشهر مع نزار الفوق. كنت الفوق كنت زوين الصباح. كيفاش داك الشيء دابا كنجي نوصل من الولفه لهنا. قلت لك شوف كندوز الراديو في الطريق عاد كنوصل. ما عرفتش ما عقلتش بالضبط العام اللي دوزت ولكن باقي كعاقل واقيلا ما عنديش ما كانش عندي الطوموبيل وكنت كنجي في واو تاكسي من 50. ما كتفيق مع 6 واحد. كنت كنجي في تاكسي كبير من 50 باش ندوز لا راديو. وكان زيكسبيريونس دوزت شهر ولا ما عرفتش شهرون مع نزار الصباح بكري وكان داز شي رائع بصح. الا دازت تجربه في ام اف ام زوينه ومن بعد مشيت لواحد لا راديو اخرى دوزت فيها 4 شهور بعد واحد لا راديو اخرى دوزت فيها واحد شهرين. وكنحييكم بزاف لان الراديو كيحتاج بزاف ديال الانرجي والوقت والالتزام بالوقت ديال التسجيل سورتو الناس اللي عندهم المباشر. انا دوزت ديك الفتره ديال المباشر صعيبه. بعض المرات كيكون عندك طارئ بعض المرات واحد الصباح بغيتي ما عندكش الانرجي ديال لا راديو خصك تستقبل وتضحك للناس في وجوههم وهذا كتخرج حتى نتوما زعما راه كتضربوا كتساكريفيو راسكم كتحيدوا دوك الاحاسيس ديالكم كتنساوهم باش تعيشوا مع مستمعين ومع الناس هذا. وبرافو لكم ايميسيون زوينه تبارك الله وكاينه الانرجي وكتحس لي ماشي غير ايميسيون طالعه فهمتيني مكتوبه في لاسانسور فهمتي. دونك كاين توجد تبارك الله وكاين الله يكبر فيك. وفيليسيتاسيون لك وشرف. انا اللي شرف لي نحضر معك. وحنا شرفنا شرف لي نحضر معك. شكرا اخويا باس كنشكروك بزاف وكنشكروك زعما ماشي غير حيت جيتي في بلاطو كنشكروك حتى على الاعمال الفنيه. حنا كنسبورتيوك وكن زعما كنشجعوك وان شاء الله نكونوا حاضرين شي شو ديالك. الله يلا مرحبا. الدعوه راه موجهه لكم وقريبا ان شاء الله تقدر تكون شي حاجه في بوزارت عند طاليس. ودعوا راكم من دابا. كنتسنى خويا ديك الدعوه تاع كنتسنى. لا شوف انا دابا على المباشر الا ما علمتكمش ديروا لي حلقه اخرى. لا لا يبان لي البروغرام في انستغرام ما تخافش دراري في كونسوماسيون. لا جي كونسومي. لا جي كونسومي. انا سبيكتاكل اللي هذا نعرضك واجي على حسابي. كونسوماسيون الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا نبيل. شكرا خويا نبيل. شكرا خويا زكريا. شكرا زكريا. هشام برافو عليكم. شكرا لك حتى انت. شكرا زكريا. شكرا مريم. كنشكر واحد واحد. شكرا ليكيب تكنيك زكريا مدني سعيد ابو عدي هذا ما بقيتش كنغلط فيها. حموده داريس انس عقدي زيد طارق النفاتي حتي ما تقولش هذيك الهضره. شكرا ايمن. شكرا حسين. شكون عشان حميد الكروي جواد الكروي تحية لجواد كروي. شكرا لك خويا جواد. شكرا للناس اللي كيسيبورتيونا الناس اللي كيتفرجوا دابا في الحلقه على يوتيوب ولا الناس اللي كيسمعوا لينا على اذاعه ام اف ام. كنشكركم واحد واحد وكنقولوا لكم كل جمعه بقاو شادين معنا ستون. يا سلام. على ام اف ام.